مش كل الناس وصلت للي هي فيه هلا لانه حدا اعطاها هذا الاشي. يعني شوي لازم نتحرر من هاي الفكره. وبحس قدي الواحد بتكون شخصيته يعني لسه ما تشكلت اذا ما سافر. انا نفسي اشارك في مغامراتك بس ما بقدر لانها مختلطه او لانه انا ما بحب الاختلاط او لانه زوجي ما بيخليني. سوري تو منشن بس موضوع استخدام الحمام بالطبيعه كمان هذا موجود دائما في كل رحله من رحلنا. انا مش كتير بحب احكي في هذا الموضوع او يمكن عمري ما حكيت فيه من بدايه من وقت ما شلحت الحجاب. لكن بما انه يعني لازم كل بنت تجرب السفر عشان تقرب لحالها أكتر. وصلت فيها صارت خلال المغامرة عم بتسب علينا وبتشتم. ولما نحكي عن هذا النوع من التجارب اللي فيها كتير بهدلة يعني أنا بسميها الشخص اللي جاهز إنه يتبهدل ما بيحتاج أسيل. رديت عليها قالت لي أسيل أخيراً حنجيبك على فلسطين. أقولها شو صرت أعيط وتركت الخيل وتركت الدنيا وأحاول أستوعب اللي عم تحكي لي إياه. مرحبا أنا أسيل عواد مغامرة وحكون معكم في الحلقة الجاي من تقارب. حلقتنا هالمرة حيكون فيها كتير أشياء لأول مرة بشاركها مع الجمهور فاسمعوها ولعل وعسى تكون مصدر إلهام للكثيرين. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي وضيفتي لليوم العزيزة أسيل عواد. أسيل حبت السفر وبعدين اشتغلت فيه وامتهنته وحولته لشركة بتنظم مغامرات زي ما هي بتحب، بتصنف السفر وبتصنف الناس اللي بتحب السفر كمسافرين ورحالة ومغامرين وبتعتبر نفسها مغامرة. ومن خلال شركتها بنقدر نحكي عنها أنه هي منظمة مغامرات كما تحب تعريف نفسها بشكل رسمي. بالإضافة لهيك منلاحظ كتير مش شوي أنه هي بتهتم كتير بالصبايا وبتهتم بالرحلات للصبايا فقط وللمحجبات فقط، وكأنه في نمط بالسفر أو بالمغامرات من النادر أنه نشوفه أو قليل ما نشوفه، ولكن هي فعليا حولت الفكرة وعم نشوفها بفيديوهات ترويجية كتير. شكل اعتمادها على في البزنس ما راح باتجاه مثل بقية الرحالة باتجاه يوتيوب أو منصات السوشيال ميديا والعائد اللي بيجي من خلال الإعلانات، بل من خلال تأسيس شركة بتنظم المغامرات. بالإضافة لهذا كله فرض اسم أسيل حاله علينا لما زارت فلسطين مؤخرا وشاركتنا مجموعة من المحتوى عن علاقتها مع فلسطين كزائرة بتزورها لأول مرة. وكان مهم جدا لإلي في هذا الحوار أتعرف عليها، أتعرف على أسيل اللي نزلت على فلسطين، لأنه حجم التأثر وحجم الصور اللي شفناها بتحكي عن صبية متعلقة جدا، والتعلق اللي شفناه هو أساسه بالنتيجة بيطلع بهذا الحوار هو علاقتها مع جدتها وجدتها شو زرعت فيها، ومن ثم فعليا زيارتها اللي عززت علاقتها مع فلسطين أكثر. رح أترككم مع هذا الحوار بس بحب أشكركم مقدما على مشاركة هذا المحتوى، الاشتراك في القنوات، وأشكركم دائما ومقدما ومتأخرا ودائما مرة تانية على مشاركتكم مقترحات أسئلة، مقترحات مواضيع، مقترحات ضيوف أو أي أسئلة بتخطر لكم حول فلسطين أو حول الفلسطينيين في أي مكان. شكرا لكم وبترككم مع هذا الحوار. جاهزين؟ كم فنجان قهوة أنت بتشرب الصبح؟ ما بشرب والله، ما أحب القهوة. قديش بأخذك وقت فعليا قديش بأخذك وقت لتعملي أول نشاط بعد الصحوة على السريع؟ عشان هيك ما أشرب قهوة. بحس القهوة ليميتيشن إنه لا لازم أشرب قهوة بعدين أنطلق. بس في كتير مرات بتكون القهوة في حياتي أنا القهوة تكون عملها إذا أوبستكل في الطبيعة في wherever في الجست هاوسز، فخاص بستغني عن الفكرة من الأساس. بس ما بتشربي أبداً ولا ما بتفضلي وما بتشربي قهوة الصبح؟ يعني من هون إجت الفكرة فبطلت أشربها أصلاً، مش كتير بحبها anyways.
أوكي طيب أسيل، أنا بس مجبور أنوه إنه الحوار مسجل بالكامل من 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 قبل هذه اللحظة بشوي لآخره. بالعادة إحنا عملش مونتاج، أنا حدا بزن على أسئلة كتيرة عشان أخذ إجابات، أحب التفاصيل كتيرة، فكوني مرتاحة بإنك ترفضي أي سؤال وأنا عشان أكون مرتاح إني أضل أزن على أي سؤال، وهيك العلاقة بتكون والتقارب بكون عظيم. تمام؟ تمام جاهزين أكيد. أنا بالعادة بترك الضيف يعرف نفسه زي ما هو بحب، مش زي ما موجود على جوجل، وهذا أول تحدي، فتخيلي. تمام، معكم أسيل عواد، أنا متسلقة جبال ومغامرة، بحب كتير يعني منطقة راحتي هي الأوتدورز بشكل عام، من غوص، من تسلق، من ركوب خيل، يعني كل الأنشطة الإكستريم. هاي الأنشطة اللي بتخلي أسيل هي أسيل، ومؤسسة شركة أسيل أدفنتشرز، وهي شركة مغامرات بيست إن دبي. نعمل على إنه نسمح لكل حدا يجرب الأوتدور لايف سواء في الإمارات أو حول العالم. هاي هي أسيل. هذا البريف أو المختصر اللي قرأتي عن جوجل، فالتحدي فعليا بتعريف نفسك بتفاصيل كتير أكتر وبشكل كتير شخصي، بعيدا عن الشيء المهني اللي موجود على جوجل ومحركات البحث واللي تعودت تعرفي حالك فيه، وتون الصوت حتى رح تلاقي حالك اختلفتي عن، لأنه هيك الفورمات بكون تبع المقابلات تبعك، اللي هو مرحبا أنا أسيل عواد عملت كذا كذا كذا، بس نسيتي جزئية أسست أسيل أدفنتشر بسنة 2018 ومن وقتها عم بعمل كذا كذا كذا. فلا تعالي نرجع من الصفر، من ولادة أسيل. يلا جاهزين أكيد. خليني أتذكر. طيب أوكي، I would say إنه أنا بنت انولدت في الأردن، عشت ظروف كتير صعبة في حياتي، I had a very tough childhood، طفولتي كانت صعبة، ومن هون دايما كنت أكبر وأنا عم بحضر الرسوم وبحلم أكون زي بعض الكاركترز اللي فيهم، من مثل سانديبيل، سالي، وهدول الأشياء اللي كنا نحضرهم بالطفولة، فهدول كانوا مصدر الإلهام لإلي، وكنت دائما أآمن إنه التغيير، يعني ما أعرف من إجاني هذا الإيمان من أنا صغيرة، بس كنت بآمن إنه التغيير لازم يبدأ من الواحد من جوا، من خلال أفعاله ومن خلال شو بيقدم لهذا الكوكب وشو بيشتغل على حاله. فمن هون بديت أشتغل على حالي من أنا صغيرة، كنت دايماً من الأوائل على الصف، ودايماً حلمي إنه أطلع بنت ناجحة، أكون إلي تغيير في المجتمع وأقدر أغير حتى الحياة اللي أنا عايشاها. وفعلاً وصلت التوجيهي، كان معدلي 91، فقررت أدرس هندسة عشان كنت مفكرة إنه الهندسة أفظع إشي، حقدر أشتغل الشغل الرهيب اللي يعيشني الحياة الرهيبة. ففعلا درست هندسة 5 سنين بالأردن، وخلال هدول 5 سنين بديت أتطوع في مؤسسات انترناشونال زي اليو ان وغيرها حول العالم، وصرت أخذ منح لحتى إما أمثل الأردن في المؤتمرات والأشياء هاي، أو إنه أقدم تطوعات برضو في أوروبا وبعض الأماكن. خلال هاي الرحلة في الجامعة لفيت تقريباً 20 بلد، وتعلمت كتير 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 من السفر. هون بلشت أستكشف حالي وأعرف مين أسيل وشو الإشي اللي أسيل منيحة فيه. فأول إشي تعلمته عن حالي إنه بحب السفر ولازم أضل أسافر، وعشان أضل أسافر بديت أدور على شغل يخليني أضل أسافر. فخلال عملية البحث لقيت منحة في تركيا، درست تصميم أزياء بعد هندسة الحاسوب في تركيا، عشت 2 سنين في تركيا، كانت الحياة حلوة وكل شيء، بس ما صح لي فرصة أني أشتغل بتصميم الأزياء. اشتغلت في هندسة الحاسوب وكان شوي صعب الموضوع، فقررت أدور على فرصة تانية تسمح لي أسافر بشكل أكبر. فبحثت لقيت فرصة تدريس في الإمارات، فانتقلت لدبي كمعلمة ماث، كان أصعب شغل اشتغلته في حياتي. اشتغلت هناك تقريباً 3 سنين في مدارس الشويفات،
كمعلمة مات، واخترت هاي المهنة بس عشان يكون عندي عطل المعلمات اللي أقدر أسافر فيهم وأعمل مغامراتي فيهم. فما كان عندي أي شغف في التدريس، لذلك كان استخدمته زي جسر لحتى أوصل للي بدي إياه. هون خلال هاي الفترة بديت أعرف شو أنا بدي، بديت أشارك مغامراتي على السوشيال ميديا، والناس بدت تطلب مني أشاركها في هاي المغامرات. فهون إجت فكرة إنه أطلع أول رحلة هايكينج في الإمارات بال2018. ولما أعلنت عن الرحلة سجل فيها أكثر من 80 شخص من أول مرة، وكان جروب كتير كبير. فمن هون بلشت يعني تبين معالم أسيل أدفنتشرز، فصرت أعمل رحلات بشكل أسبوعي في الإمارات، رحلات هايكينج، رحلات تخييم، وكان إشي جديد على المجتمع في الإمارات، يعني كنت جديدة لسه ما صار لي سنة في البلد، بس كان إشي جديد على الناس اللي عايشة هون، لأنه متعودين على سيتي لايف ودبي مول وبرج خليفة، مش متعودين إنه الإمارات فيها هايكينج، فيها مغامرات، فيها جبال. فالاستمرارية كانت طبعا الإشي اللي وصلني لفتح شركة أسيل أدفنتشرز. فضليت بشكل مستمر أعمل هاي الرحلات، وكل مرة أغير وأطور وأبدل، لحد ما صرت الحمد لله البنت الأولى في هذا المجال في الإمارات، واللي بتقدم يعني رحلات من نوع مختلف، بحيث دمجت السهولة اللي فيرست تايمر ممكن يتوقعها مع عنصر المغامرة اللي برضو مش سهل انه الواحد يعرفها لحاله بدون ما يتعرف عليها من خلال شخص مر بهاي المغامرات من قبل. فهلأ صرت من تقريبا سنة تركت شغلي كمدرسة وسجلت شركتي رسميا كشركة أسيل أدفنتشرز تور أوبريتر في الإمارات، وصرت تخصصت في رحلات الهايكينج في الإمارات للأفراد وللشركات، فصرت كمان البروفايدر للشركات من جانب التيم بيلدينج اكتيفيتيز والأودور اكتيفيتيز. فإحنا بننظم لهم كل أنواع المغامرات للشركات الكبيرة الموجودة بالإمارات، وجانب آخر هو الاختصاص في رحلات البنات، ف بوفر زي مساحة آمنة للصبايا لأنهم يجربوا مغامرات جديدة سواء بالإمارات أو برا الإمارات. لسه راجع من مغامرة في جورجيا للصبايا، بحيث أحاول يعني أوفر كل التسهيلات اللي البنت ممكن تحتاجها لحتى تخوض هيك تجربة من خلال وجودي معهم أيضا. والإشي الأخير هي رحلات البر، فبرضو صار عندي مخيمين حاليا بنعمل فيهم رحلات بر وهيك للاستفادة من أجواء البر والبراد في الإمارات. فهي أسيل، وهذا بريف عن شو بعمل حالياً، وبشتغل شوي على السوشيال ميديا، بحاول أوصل المغامرات اللي بعملها أورجيها للناس حيث أكون مصدر إلهام للصبايا، خصوصاً اللي بفكروا إنه أنا ما بقدر وما بعرف والعالم هاضم حقوق البنت. يعني بحاول أورجيهم إنه لا، البنت اللي بدها حقوقها بتقدر تاخدها، بالعكس ممكن يكون إلها فرص يعني خلينا نحكي تميزها حتى عن منافسينها، لأنه غالبا يعني أي مجال في خلينا نحكي فيه بنات حتكون منافستها أقل، كونه يعني بنات موجودين في الساحة شوي أقل، ففرص أكبر من ما البنات بيتخيلوا بس إذا اشتغلوا عليها. فهذا الإشي بحاول أوجيه برضو عن طريق السوشيال ميديا. والله أسيل مسار ملفت مختلف عن بقية الرحالة، يعني أنت مش تماما نموذج الرحالة اللي إحنا بنعرفه، يمكن هيك فسرتي لي على البدري ليه اليوتيوب عندك ما في كونتنت كتير او ما بتعتمدي على الكونتنت فيه، انا كنت عم بطلع يعني من وين بتعمل مصاري او شو نمط الترحال تبعها الخاص فيها. فاذا فاتحه انت على الشركات في الامارات بظن هذا قطاع جديد، يعني حتى بشكل بكيف بتحكي عنه. بس بدي ارجع معك لورا كتير للاردن، انت وين ولدتي؟ في عمان. في عمان، وهناك عشتي؟ عشت في عمان كل حياتي. نعم كل حياتك.
حكيتي شيء على very tough أو طفولة صعبة؟ إيه صحيح. شو يعني طفولة صعبة في عمان؟ والله إلها كتير يعني إلها كتير تفاصيل ما بحب كتير أخوض فيها، بس خلاصتها إنه دائما الناس تشوف على السوشيال ميديا معظم التعليقات اللي بتوصلني ما بتعدي تتفلسفي، ما هو إحنا ما نولدنا زيك وتمنا معلقة ذهب، أو مش كلنا أهلنا أعطونا مثلا البريفليجز اللي موجودة بحياتك. فبحب دائما أوصل فكرة إنه مش كل الناس وصلت للي هي فيه هلأ لأنه حدا أعطاها هذا الإشي، يعني شوي لازم نتحرر من هاي الفكرة. في ناس عن جد وصلت للي هي فيه بتعبها وجهدها، وأعتقد هذا اللي أنا عملته الحمد لله. طفولة صعبة كانت يعني فقر، حرمان، يعني عائلة غير مثالية I would say، فكلها هاي الأشياء اللي صنعت أسيل بما هي عليه الآن. ودائما بحكي إنه يعني دائما واحد تذكر موضوع الكربون والألماس، ما في إشي يعني ما في إشي بيصير يلمع إلا لأنه اندعك منيح في حياته، فأعتقد هاي أنا. أنت كيف اندعكتي؟ ترجع لنفس الموضوع. لا نرجع لنفس الموضوع. أنا بدي أحكي لك، طلعي أنا لإلي أنت بتقرر مستوى التفاصيل، يعني أنا كتير بحترم انه بس انت بتقرر مستوى التفاصيل، بس انا لإلي جزء من تواصلي معك يعني بحتى كل مسار الحلقه هو هاي الاسئله. فانت من محل بتذكري باكثر من مكان على قضيه انه بتنوهي، لانه فكره انه لا انا من ولدتش وبتمي معلك الذهب، وبتنوهي دائما انه في إشي مختلف بنشأتك انه انت تعبتي فيها. فكان كمان عندي فضول أعرف إنه يعني كيف ممكن أضل أصيغ لك السؤال بأكثر من شكل، بس أنت عندك المساحة تقولي لي أنت كيف اندعكتي لصورتي تلمعي. طيب هلأ إجمالاً يعني I would say ولدت بعيلة نوعاً ما مفككة، ما كان يعني تربيت عند تيتا، تيتا هي اللي ربتني، وكانت كنت أنا وكمان أختين لإلي، فكان يعني أولاً مش سهل على امرأة بعمر تيتا إنها تربي تلت بنات لحالها تقريباً بمصدر دخل كتير كان محدود. بلس يعني كل إشي مرقت فيه كنت أنا يعني أنا كنت الأخت الكبيرة وأنا اللي مسؤولة تقريباً عن البيت، فعشان هيك كبرت بهاي المسؤولية إنه بدي أحسن حياتي، بدي أحسن حياة إخواتي. ويمكن ما اخترت أكون كبداية، ما اخترت أكون أتحمل كل هاي المسؤولية، بس يعني هاي المسؤولية هي اللي خلت أسيل. فبرضو هذا الإشي دائما بذكرني في الناس اللي بتحكي عن انت قاعده بتروجي لاستقلاليه البنت، انت بتروجي لانه البنت لازم تلعب دور الشاب. برضه دائما بحب انوه انه في بنات هم من ولدوا وهم محطوطين في هذا البوزيشن، ما اختاروا، يمكن لقدام صار لهم الخيار يختاروا او لا لما تغيرت ظروف حياتهم، بس مش دائما نحكم على الناس حسب ما منشوف على السوشيال ميديا، لأنه في ناس هم انحطوا في بوزيشن أو في بنات انحطوا في بوزيشن وير لازم يكونوا الشاب والبنت في حياتهم، لازم يكونوا هم الرجال وهم المرأة في الحياة. فأعتقد يا هذا الوضع اللي كان، فهاي هي كانت الظروف يعني. كبرت ما عندي أب ما عندي أم، كانوا هم منفصلين وكل واحد يعني كل واحد عايش حياته في جهة، وإحنا كنا ربيانين عند تيتا. فمنظومة الأسرة ما كانت موجودة في حياتي، منظومة الرعاية هاي اللي يمكن كل الأطفال نشأوا فيها ما كانت موجودة في حياتي برضو، وبالعكس يمكن الأهل اللي كانوا يعني اللي انولدت على اسمهم كانوا مصدر شقاء بالنسبة لي وليس
مصدر رعاية من أي شكل من الأشكال. فكان عندي التحديين، تحدي أنه أتجنب الأذى اللي عم بيجيني منهم، بلس تحدي أنه to take care of myself وأعتمد على نفسي وأكون الحد اللي بدي أكونه وأقدر أوفر لحالي كل الأشياء اللي بحلم فيها. طيب أنا الشق الثاني من السؤال، كيف بتحبيش يتم تعريفك؟ أنت يعني حركت نصه بس إذا بدي أسألك كمان، كيف بتحبيش يتم تعريفك بالتعريفات الكتيرة أو بالتعليقات الكتيرة اللي بتيجي عليك؟ ما بحب حدا يحطني تحت أي تايتل، ما بحب حدا يناديني إنفلونسر. صحيح إنه I do believe إنه إلي أثر في الناس، بس هلأ شوي صارت كلمة إنفلونسر يعني abused، فبحس حالي مش إنفلونسر إن وإنما أنا وحدة بتشارك عن حياتها الحقيقية زي ما هي بدون فلاتر. عشان هيك يمكن ما تلاقي لي كونتنت على اليوتيوب، لأنه كونتنت اليوتيوب بده editing وبده تظبيط وبده تعديل. أنا بس بشارك stories، يعني خلص هاي حياتي وبشاركها زي ما هي بدون filters. ومن هون صارت الناس تتابعني، فمش بنية، يعني ما كنت أشاركها بنية إنه أنا بدي أجمع متابعين أو أنا بدي الناس تشوفني، وإنما بنية إنه خلص يعني كتير بشكل عفوي، عرفت كيف؟ فبحس هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية شوي الناس بتخربط بين موضوع رحالة وبين موضوع مغامر. أنا ما بعتبر حالي رحالة. رحالة يعني حدا ما عنده بيس، ما عنده بيت، حدا بس حامل شنطته وبيلفلف. فأنا لا، عندي بيت وبحب، جزء مني بحب الاستقرار، بس من نفس الوقت بحب معظم وقتي أكون خارج منطقة راحتي، واللي هي صارت منطقة راحتي later on، واللي هي الطبيعة والمغامرات. فبحب يكون عندي جزء هيك مستقر، بينما بنفس الوقت يكون عندي السبيس والحرية لأنه أجرب أشياء جديدة وأغامر في أماكن جديدة. فممكن أسمي حالي مغامرة، يس بنفع، لأنه المغامر برضه هو الشخص اللي بيجرب أشياء جديدة، بيستكشف، بيعمل أشياء إكستريم مرات، بلس عندي هوايات من شتى بقاع المغامرات. فمنحكي عن الدايفينج، عن هورس رايدينج، عن كامبينج، عن كلايمينج، عن هايكينج. كلها هاي أشياء تندرج تحت مظلة مغامر أكتر من ما إنها رحال، لأنه الرحال يمكن يكون مثلا بتنقل بين مدن، بشرط يكون بيعمل مغامرات في الطبيعة، خلينا نحكي. أعتقد إنه بحب أكون اسمي مغامرة. هذا الإشي بأقرب لأسيل من أي تعريف تاني، رحال، إنفلونسر أو ما إلى ذلك. على هيك أسيل ما فيش رحالة بالوطن العربي، كلهم مغامرين. في بحس يعني ما في ولا واحد ما عنده مطار، قصدي ما في ولا واحد ما عنده بيت، يعني ما عنده بيت أهله. ابن حتوتة تقريبا عنده بيت أهله، ابن حتوتة تقريبا عنده بيت أهله، بس كل وين وين بيرجع له. ف يعني حياته قائمة بشكل أكبر، بشكل على الأقل بنسبة 80% على الترحال. فهاي يعني هلأ كل واحد في العالم إلا ما يكون في بالأخير جاي من بلد، فإلا ما يكون عنده بيس، بس هاي البيس معظم وقته بعيد عنها. أوكي. If that works. فبرضه مش كلهم مغامرين، في مسافر، في رحال، في مغامر. مسافر هو حدا كثير بيسافر، رحال هو حدا، هاي التعريفات اللي أنا مقتنعة فيها على الأقل. رحال يعني لو رجعت للتاريخ هو زي ابن بطوطة وغيره، هو حدا بس بتنقل من بلد لبلد بحيث إنه يتعلم منهم. يا مغامر هو اللي بيسافر بس بهدف المغامرة، مش بهدف السفر بحد ذاته. يعني أنا بطلع مغامر زميل لإلك، مش بس بعمل بودكاست. أنا إنه طالع كليمنجارو وطالع أرارات، يعني كل سنة بطلع مغامر. جبل، فأنا مغامر. مغامر إذا هيك طبعا. هاي التعريفات اللي أنا مقتنعة فيها على الأقل. طيب أسيل، بحالة عمان فعليا أنت بتكوني انخلقتي بأجواء فلسطينية أو بمحاطة بكتير تفاصيل فلسطينية، يعني مش من قطعة ومش بعيدة،
فبس بضل عندي فضول أعرف القصة الشخصية مع كل حدا فينا إمتى صار فلسطيني، أو شو القصة اللي عملته الفلسطيني اللي هو موجود اليوم. وبالعادة ما في قصة محددة، فعشان نتجوز هيك لمحل ما في قصة محددة اللي ممكن تصنعنا، بس في القصة اللي أثرت واللي عملت هذه النقلة في أسيل. فشو قصتك أنت؟ هلا أسيل من لما انولدت ربيت عند ستها الفلسطينية بحت يعني، فلما يحكي لك أنا دمي فلسطيني فعليا أنا دمي فلسطيني. شو اسم ستك؟ لأنه حجة شو؟ تيتا اسمها نعيمة الله يرحمها، تعيشي فالحجة نعيمة. إحنا نعيمة نحكي عنها. فكل شيء تعلمته منها، اللغة يعني كانت تحكي كالو كلنا، ف قصصها كانت كلها عن البلاد، عن إشوة، عن كيف كانوا يطلعوا يزرعوا الزرع ويحصدوا ويحطبوا مش عارف إيش. فكل إشي تعلمته عن فلسطين كان منها، وعن حياتي كان منها، عن تقاليدنا كان منها، أغاني الأعراس، الأكل الفلسطيني المفتول، اللبس، حتى طول عمرها كانت تلبس التوب والخرقة الشفافة هاي وتحتيها الإشي اللي بغطوا فيه الشعر، فبرضه كان منها. فبالنسبة إلنا هي يعني حتى ما عمرها اقتنعت إنه البلاد راحت، دايما كان عندها أمل إنه رح نرجع، وربطنا على هذا الأمل. بالتالي طول عمرنا كنا نحس حالنا ضيوف بالأردن، مش يعني صحيح الأردن رحبت فينا وجوازنا أردني وكل إشي، بس بعتبرها خيانة إنه الواحد ينسى بلده أو يقتنع إنه خلص انطرد من بلده للأبد. لا، إحنا طلعنا يعني ربطنا على فكرة إنه إحنا طلعنا إلى أجل غير مسمى مبدئيا، بس رح نرجع يوما ما. فطول عمرنا يعني كانت تعرف عنا عنا فلسطينيين، تعرف عنا من عنا عن انه من احنا شعانية من قرية اشوع، وعلى انه يوما ما ان شاء الله رح نرجع. قصتك مثل قصة كل الفلسطينيين، كل ضيوف تقارب دائما في عندهم مسار اللي بيعتبروه انه هو مسار طويل، بس انا بجرب دائما يعني ادور على الحدث او حدث مركزي بحياة كل حدا فينا بنشأته، من أقرب للطفولة يمكن أول حدث اللي عمل الفلسطيني أو حولها لشكل بتجاوز الرومانسيات والرمزيات. يعني اللي في موردين في أمريكا مولودين كمان وحواليهم كتير حنظلة وكتير فلسطين وكتير تطريز، بس في جيال 11 سبتمبر عملهم، وفي جيال الانتفاضة الثانية عملتهم، في جيال حتى الشيخ جراح اللي عملهم مؤخراً. فتعال نجرب أنا وأنت نستذكر إيش الصورة أو القصة اللي هزتك وعملت لك الربط مع فلسطين أو حولته لشكل بتجاوز الرومانسية. قصص يمكن قصص تيتا عن التغريبة كيف طلعوا، في قصة دائما ما بنساها عن كيف أول إشي طلعوا حكولهم اطلعوا يا جماعة على المخيم، مخيم قلندي أول مرة، وبس يتهدى الأمور رح نرجعكم على قريتكم. طلعوا مخيم قلندي، ومنها برضو إجوا حكولهم اطلعوا على الحدود مع الأردن عشان تكونوا في أمان، وبعدين رح نرجعكم. رجعوا نزحوا المرة الثانية على الأغوار. وهون ما بنسى قصصها عن الناس اللي انولدت على الطريق بدون أكل بدون شرب، ودائما كانت تحكي لي عن قصة لما كانوا يشربوا بول الإبل من العطش، لأنه الطريق كانت حر وما في أي مصدر لا للمي ولا للأكل ولا للشرب، ففعليا كانوا يضطروا يشربوا أي شيء قدامهم. فهذا الإشي ما بينتسى وحيضل دائما محفور فيه، ودائما يذكرنا في إنه هاي أرضنا اللي انطردنا منها، ومش ويعني وشو قد ما بعدنا حيضل قلوبنا هناك وحيضل فكرنا هناك وحنضل اسمنا فلسطينيين. فكل هذا القهر والظلم والوجع اللي مرت فيه تيتا دايما
بتذكره زي كأنه حكت لي إياه امبارح، ودائما بيكون هيك مصدر أهر ورغبة في العودة، بنتمنى يكون قريب إن شاء الله. أنت ما صار عندك مثلا أحداث هذه رواية ستك اللي هي نقلت لك إياها، بس مثلا خلال فترة نشأتك ما صار في حدث بفلسطين أو خبر أو قصة مع حدا بيعني لك اللي تركت جواك كمان أثر مثل ما في قصة عند ستك تركت جواها أثر؟ هلأ أكيد طول يعني طول طفولتنا وإحنا متابعين الأحداث بفلسطين، وكلها كانت دائما مصدر للأهر والرغبة في العودة، يعني سواء الانتفاضة وغيرها، يعني هيك كلها هاي بتولع هاي النار تبع إنه بدنا نرجع. وطبعا رجعتي على فلسطين أو زيارتي لفلسطين هاي السنة كان إلها أثر يعني كتير كتير أكبر من ما كنت بتخيل، مش بس علي، حتى على الناس اللي كانت بتتابعني، لأنه كانت هيك مليئة بالمشاعر. حتى كل ما أتذكرها يعني ما بقدر أنسى التجربة اللي عشتها هناك، واللي كانت مؤلمة لأنه دخلت الجانبين، أنا دخلت الجانب المحتل وغير المحتل، وشفت الفروقات في التعامل، شفت قديه هم مصدقين حالهم إنه هم في بلدهم، وقديه كان الموضوع بقهر. وجد لما رجعت من هاي الرحلة ممكن قعدت شهرين، خلص وقفت كل الرحلات اللي بعملها، وقفت كل إشي، وكنت بس هيك قاعدة في البيت بحاول أستوعب اللي صار، لأنه جد هاي الرحلة غيرت فيها كتير ووجعتني كتير، بالإضافة لأنها فرحتني كتير برضو، لأنه كيد I got the chance to see my country وto visit إشواع وروحت على البلاد وكل هاي الأمور، بس يعني كل هاي المشاعر الحلوة مجبولة بالقهر والغل وال يعني، وفكرة إنه للأسف الموضوع كتير أكثر تعقيدا وصعوبة ومن ما يعني الواحد كان بيأمل إنه يكون. أنا رح أجي لهذه بمسار مختلف، لأنه كتير بهمني أعرف إنه مين الصبية اللي نزلت قبل لحظة وصولها، شو كانت محملة، عشان هيك عم بجرب كتير أعرف قصص، لأنه شفت كمية تفاعل موجودة اللي كبيرة، وفي حدا اللي نزل وهو محمل، فلإلي مهم لإلي أعرف أكثر خلفيات. قولي لي أنت بالمدرسة كنت قاعدة آخر صف ولا أول صف؟ أول حياتي كنت أول صف، بعدين قررت أصير البنت المشاغبة الشاطرة اللي قاعدة ورا بتشغب على الكل، بس بالأخير تجيب علامات كاملة، عرفتها. ضليتي أول صف لحد إمتى وعيتي؟ لا، الصف التاسع بلشت المشاغبات. بلشت المشاغبات، وبعدين صرت تقعدي ورا ولا بالنص؟ كنت الليدر بالصف، لا كنت أقعد ورا، كنت مسؤولة مجلس الطلبة، تتذكر هاي الأشياء؟ فكنت مسؤولة مجلس الطلبة بس عشان أمرق الأشياء اللي بدهم إياها البنات، عرفت المسؤولين الفاسدين، أنا كنت منهم في المدرسة، المشاغبين. فكنت مثلا أنظم لهم فعاليات، نطبخ كيكة على الصوبة، نعمل احتفالات مش عارفة إيش معينة، فكنت الإيفنتس أورجنايزر بالصف. شو تطبخي كيكة على الصوبة؟ كيف يعني تطبخي كيكة على الصوبة؟ مش كان في صوبة بالصف بالشتاء، فكنت أقسم المهام، أنت جيبي القالب، أنت جيبي مش عارفة إيش الطحين، أنت جيبي كذا، ونوصل بكير على المدرسة نخلطهم مع بعض ونحطهم على الصوب على أساس يجهزوا من هون لآخر الدوام. وبأي حصة تطبخوها
أو بتعملوها تضلها طول الحصة، ما هي بدها وقت تاخذ لها ساعتين ثلاث. أوه انت رفعت سقف المشاغبة هيك. فكنا نتفق مع بعض بحيث انه ما حدا يكون مسؤول، اذا اجت المس بنوقف كلنا مع بعض. ففعلا تيجي المس، مين اللي عملت هيك؟ نوقف كلنا مع بعض. انت كنت يعني مشاغبة رقم واحد بالصف؟ مشاغبة رقم واحد بس مع أثرتي، يعني مجلس طلبة، عرفت؟ ومع كمان علامات منيحة؟ مع علامات منيحة. فانت اللي يعني كله. اوكي. يعني كنت هيك كيف بيحكوا، يعني I got the best out of school life. كنت دائما هيك اطلع في افكار مجنونة، نلبس لبس واحد، نعمل مش عارفة ايش، كل البنات نتفق بيننا ونعمل هذا الاشي ونجنن المعلمات، يعني نتسلى اخر 3 سنين بالمدرسة بتعرف. اللي هو مشاغب ولكني محترم، يعني هيك هذا. ايوه بالضبط، مشاغب بس الاساتذة بيحبوك. بالضبط، فما يطلع لهم يحكوا معنا لانه احنا وجه البكسة يعني بالاخير. طب ايتها المشاغبة، اذا انا بدي احكي صار واضح لي هلا كل فكرة المغامرات يعني والاشي، انه هلا هيك بكون الاشي المنظم هو الظاهر تبعك اللي هو معلمتك، بصير تحكي لك قاعدة ورا، بس انه بالكواليس في مشاغبة موجودة واظن بعدها شغالة لليوم. امتى اول مرة شاغبت بسياقات السفر والترحال؟ بالسفر اول سفر بلشت داخلي. لا عكس كل الناس بالأردن ما كان إلي أي يعني أي مغامرات. بديت في مبادرة كان اسمها أنا مش محارب أنا طالب. في درست في جامعة البلقاء في السلط، فيعني كل شوي كانوا يوقفوا الجامعة لأنه في 2 قتلوا بعض ومن هالحكي. فقلنا وبعدين معهم قلت له، كانوا صحباتي وهيك، قلت لهم تعالوا نعمل مبادرة اسمها أنا مش محارب أنا طالب، نجرب ان نعمل انشطه نلهي فيها الشباب عشان ما يعملوا عنف من هالحكي. ففعلا هيك بلشت، ما كانت مغامرات قد ما هي كانت انه يعني فعاليات نحاول نحل فيها المشاكل اللي عم بتصير. فتبنتنا اداره الجامعه وبلشنا نعمل هاي الانشطه ونعمل فعاليات بالجامعه بحيث يستغلوا فيها وقت فراغهم بشكل منيح بدل ما انهم يضلهم دقين في بعض. فبعدين الملك عبد الله تبنى هاي المبادرة واعطانا منحة، وعملنا برضو يعني وسعنا المبادرة، صرنا في اكثر من 10 جامعات في الاردن. بعدين بلشت سفر، فبطل كتير عندي وقت للمبادرة، ومن هون بلشت مغامراتي. في اول مغامرة كانت في رومانيا مع منحة من إيرازموس بلس، إذا حدا سمع فيها، اللي هي منحة بيعطوها من الاتحاد الأوروبي لشباب في الوطن العربي لحتى يجربوا حياة أوروبا مقابل إنهم يتطوعوا أو يعملوا إشي في أوروبا. لحظة شوي، رن الجرس، أنا فيك تفتحي. ماسي شوفي مين، شوفي دقيقة، I think العمال. I will go, but Messi will be here. Okay. When you can come? This 30 minutes. Is he doing another building? Okay. Wait. Okay. Okay. It's good to join Messi. لا أي شيء مسموح يخرب إلا الـ AC أسيل. ممنوع. إلا المكيف. درجة الحرارة 50 مش شغال، فأجوي يزبطوك. فهاي كانت أول مغامرة لرومانيا اللي جربت فيها الحياة لمدة 3 أسابيع في الطبيعة.
أنا كنت رايحة على أساس إنها برنامج تبادل ثقافي لحتى أتعلم اللغة الإنجليزية من خلال مجموعة من الناس جايين من كذا بلد، كنا من الأردن فلسطين ورومانيا ومن إيطاليا، فعلى أساس نتبادل اللغة مع بعض يعني نضطر نحكي مع بعض إنجليزي لأنه كل واحد فيهم ما كان يحكي أي لغة مشتركة. فلما رحنا هناك اكتشفنا أنه البرنامج هو عبارة عن مغامرات في الطبيعة من ضمنها هايكينج وكياكينج وأشياء زي هيك. أنا بحياتي ما جربت هاي الأشياء ولا حتى بعرف شو يعني. بتذكر قالوا لنا بكرة في عنا هايك حيبدأ الصبح للمغرب، وبعد المغرب نرجع بالليل هايك على المكان اللي إحنا فيه. فأنا أتذكر رحت فتحت جوجل كتبت إيش يعني هايك لترلي لهالدرجة، فقرأت ولهم بيقولوا هايكينج is walking in the nature، قلت أوف walking is لعبتي، ما عندي مشكلة بالمشي، بمشي أنا قد ما بدكم. فرحنا الهايك، أتاري الموضوع مش بالسهولة اللي كنت بتخيلها، واطلع صعود والأرض بتزحلق وارجعوا بالليل، وبالليل مش مسموح نضوي ضواو لأنه في ثعالب ممكن تيجي على الضو. ويعني كانت هاي السبايك خلينا نحكي بداية المغامرات. جربنا رافتينج وكياكينج ومش عارف إيش، ومن هون بديت استكشف انه في كتير اشياء في الدنيا انا ما بعرف عنها. يا جماعة ليش هيك؟ I want to learn more، بدي اتعلم اكتر، بدي اعرف اكتر. وبلش ادمان السفر عشان اجرب هاي الاشياء، وصرت كل ما اسافر اعمل هايكينج في بلد الاقي انه الهايكينج يعني زي الاكل، كيف كل بلد في الها طعم اكل شكل، نفس الشيء الهايكينج في كل بلد تيست ديفرنت، الطبيعة بتختلف، ظروف بتختلف. فكل مرة اجرب هايكينج في بلد جديد، اجرب رافتينج في بلد جديد. ومن الهايكينج طلعت على التسلق، برضو نفس الاشي صرت بدي اتسلق اكتر عشان اتعرف اكتر على طبيعة التسلق في كل بلد. ومن هون بلش حبي للمغامرات I would say. بعدها سافرت على لبنان، ومن لبنان على البحرين، البحرين على مصر، وانطلقت إلى العالم. قبل السفرة هاي كان عندك أفكار عن السفر، أو بتحب تسافري، أو عندك مشاكل مع الحركة؟ هلأ مصادر إلهامي كانت أكثر إشي من ساندي بيل، فكان نفسي أكون زيها هيك، عندي سيارة وألفلف بين البلاد. فطول عمري نفسي أسافر، يعني هذا كان أكبر حلم بالنسبة لإلي من أيام الطفولة. فأول سفرة لإلي كانت إشي عظيم، يعني فرحتي ما كنت معطيها لحدا. يعني كان دائما حلمي أسافر، فمن هون إجت الفكرة. وبعد ما جربت السفر اكتشفت إنه لسه أحلى من ما كنت بتخيل، وبحس قدي الواحد بتكون شخصيته يعني لسه ما تشكلت إذا ما سافر. أنت يعني شخصيتك أوكي انولدت، بس يعني أخذت معلوماتها أو معرفتها من مصدر واحد هو المحيط اللي أنت فيه، واللي هو مصدر كتير صغير مقارنة بالعالم لو بديت تسافر. فهون بلشت أتعلم عن حالي حتى أكتر، عن إيش بحب إيش بكره، إيش بدي أكون إيش ما بدي أكون. يعني لولا هاي السفرة بحياتي ما كنت رح أعرف إني بحب المغامرات، أو إنه بحب الهايكينج، أو إنه ممكن أحب الغوص، لأنه هاي الأشياء كلها عن حالي تعلمتها من السفر. فأسيل الموجودة هلأ هي خلاصة السفرات اللي عملتها فقط، وليست خلاصة التربية اللي تربتها في الأردن أو الحياة اللي عاشتها في الأردن. بتعرف أنا بكون أحرض الناس أكثر على الغربة، بس أنا الشكل تبعي لأنه درست برا وعشت برا لفترة، فشفت قديش الغربة أو السفر الإقامة برا شكل الغربة بحد ذاته ممكن يعني يغير كتير بشخصية الواحد ويفتح له آفاق. بس بنفس الوقت صرت أشوف أنه الجمل اللي هي ممكن إحنا نحكيها أنه
بضل الواحد ناقصه كتير إذا ما سافر، مش كتير عادلة، لأنه أنا وإنتي ميزنا بعد ما جربنا السفر، ميزنا شوفاتنا، بس في غيرنا اللي هو ما ميزه، وهو كمان مرتب حياته بشكل من غير ما يميزه، إنه خلص تمام هدول عايشين موجودين، حتى ما بيفكروا مثلا أو في حاجز موجود نفسي بينه وبين جواز السفر. فبتلاقوا في كتير ناس موجودة خاصة فلسطين بالأردن بظن كمان، اللي هو فكرة السفر بحد ذاتها مؤخرا عم بنفتحوا عليها. يعني فلسطين يمكن صح. السفر فيها مكلف أصلا، والأردن الحمد لله مع المطار عندكم كتير مكلف، صح. فما في صح. هاي فكرة إنه الواحد يحمل حاله ويحجز تكت ويسافر، مش فكرة متاحة مثل أوروبا مثلا. فهيك بحس. بس أسيل دي أسألك أنت، إذا بتقولي خلاصة أسيل اليوم هي عبارة عن تجارب السفر، وعملتي لي تصنيف حلو لقضية مسافر رحال ومغامر، بنفع تحكي لي كيف تصنفي لي رحلاتك أو السفر تبعك لتصنيفات؟ لأنه حكيت جبال وحكيتي مشي وحكيتي أشياء كتير عملتيها بحياتك، بس بنفع أفهم كيف بتصنفي أنت المسارات تبعتك؟ أكيد. هلأ كل سفرة بكون نيتي فيها إشي معين، يعني في سفرات بتكون نيتي فيها الهايكينج مع التسلق، في سفرات بتكون نيتي فيها الغوص تحديدا، فكلها I would say مغامرات، يعني بتندرج تحت ظل مغامرة again. هلأ مثلا نيبال يعني تعتبر بالنسبة للمتسلقين زي مكة بالنسبة للحجاج، دايما بحكي، فهي خلص بالنسبة لإلي يعني انفصال عن العالم مدته قريب الشهر، وهيك خلص الواحد يسرح في الجبال. فدائما برضو لو نرجع لموضوع المسافر وقد الواحد ممكن يتعلم من السفر، في كتير ناس بتسافر ما تتعلم إشي من السفر. ليه؟ لأنه بتروح بتسافر، يعني وأنا بشوف كتير من هاي القصص، بتسافر مثلا عشان تجرب المول والمطعم وتقعد بالكافيه في بلد تاني، فهي حدا عم يعني spending time في بلد تاني، بس عم بقضي وقت في بلد تاني. لكن عشان الواحد يجرب أو يخلي من عملية السفر تبعه learning experience أو عملية تعليمية، لازم أول إشي يسمح لحاله أنه يجرب أشياء جديدة، تاني إشي يعني يكون منفتح على هاي التجربة. يعني في ناس بتجرب بس وهي في عقلها مش متقبلة هاي التجربة وحاسة إنها غلط، ويعني ما بيدوبوا في هاي التجربة. فلأ، لازم إنه الواحد هيك خلص يفتح عقله يجرب ويستوعب الاختلافات اللي بشوفها في هاي البلد، بعدين يحللها عشان يتعلم منها. فهو التعلم كله بيصير من خلال هاي الأشياء. فعودة إلى السؤال، بالنسبة لي تجاربي كلها في السفر مغامرات واستكشاف، I would say استكشاف أكتر كمان، لأنه لما بديت أسافر لحالي أز أسيل، كنت أسافر بحيث أنه خلص أنا عندي دائما حياتي بزي، لأنه عندي دوامي الكامل وعندي مغامراتي اللي بعملها مثلا للتطوع، فجدولي دائما فل، فما عندي وقت أخطط لسفري. فاللي كنت أعمله أنه أفتح على Passport Index أشوف إيش الدول الباقية اللي بقدر أسافرها بدون فيزا، حرفيا هيك كنت أختار البلد اللي بدي أروح عليه، ألاقي مثلا سريلانكا أوكي خلص أروح، أو مثلا فيزا سهلة أروح أحجزلها بيوم وليلة بدون أي تخطيط، أوصل المطار وأنا حتى أوتيل مش حاجزة، وخلص أروح مع التيار هناك مثلا أقابل اللوكلز أسأله إيش بنصحني أعمل، يحكي لي والله روح على المكان الفلاني، أوكي يعني خلص بالنسبة لي اللوكل بيعرف، فأروح على المكان الفلاني وأبلش أجرب من هناك، وخلال الطريق أتعرف على ناس مثلا إنه أنتوا شو بدكم تعملوا هون، أنا بدي أروح المكان الفلاني، أوكي يلا بنروح مع بعض. وهيك كنت أقضي 3 أسابيع شهر زمان من كل بلد يعني بطريقة غير مخططة من مرة.
وهيك مثلا اخر مغامره اكستريم عملتها يمكن كانت في باكستان. نفس الاشي كان عندي، انا بتدرب في او بدرب خيول في، كنت في اسطبلات الشيخ محمد، فالمدرب كان باكستاني، فقلت له بكره اجازتي وانا بدي اسافر مش عارفه وين، حكى لي شويك تروح على باكستان، باكستان حلوه اذا بتحبي الخيل. قلت له اوكي فكره. رحت بنفس اللحظه حجزت التيكت، وكانت الفيزا بدها 24 ساعة، بدها أسبوع عفواً لتطلع. رحت بعثت إيميل للسفارة إنه أنا إنفلونسر وبدي أجي أعمل تغطية على باكستان، أعطوني الفيزا أسرع، والله أعطوني إياها بيوم واحد. وليترالي ثاني يوم كنت في باكستان with no plan. فهناك عن جد هاي السفرة كتير تعلمت فيها، وكتير كانت يعني مغامرة هيك، تعرف المغامرة المشبعة اللي تحس إنه خلص I'm fulfilled، أنا satisfied. عن جد هيك حسيت فيها، لأنه الواحد لما يسافر بدون خطة أولاً ما بيكون عنده expectations، ما بيكون عنده timeline، فما بتزعل إنك تأخرت ولا بتزعل إنك ضاع عليك هيك لأنك ما لحقت. الواحد بيكون منفتح لتجربة أي إشي جديد. وهناك تواصلت مثلا مع انفلونسر باكستاني، قلت له أنا جاي على باكستان، فقال لي آه تعالي إحنا منلفلفك. ومن هون صار إجت شركة سياحية لفلفتني في باكستان، وركبت خيل وعملوا مسابقة عشاني. كان يعني كمية أشياء لو خططتها من قبل مستحيل تكون بهاي المثالية. حتى من بعدها كتير ناس هاجموني على السوشيال ميديا إنه أنت بتكذبي، مستحيل كل هذا يكون مش بلاند أو يكون صار بدون سبب. بحس معظم رحلاتي استكشاف ومغامرة أكتر من إنها أي شيء تاني. أنا بظن بعد ما يسمعوا التعريف في الأول وتحديداً وضعية المدرسة راح يفهموا إنه عادي، هذا الصبية مجنونة كفاية إنه تعمل العمل السهدة هاي، تحمل حالها وتطلع. بس أسيل بفكر إنه حدا مثلك هلا بالشكل اللي أنت بتحكي عنه هو حدا خفيف، يعني خفيف من المسؤوليات من الأثقال. قديش تشعري حالك خفيفة؟ مرة مش خفيفة. بس كمان مش مثقلة، مش مثقلة بفكرة إنه مثلاً أنت يعني باللحظة هذه اللي أنت فكرت تطلع فيها على باكستان، يعني لا خفيفة، أو يمكن بنفع نقول باللحظة هاي تحديدا. هلأ شوف، بالنسبة للمسؤوليات أنا فاتحة بيت، وعندي هلأ حاليا مثلا كشركة عندي موظفين، وعندي كمان أهل بالأردن مسؤولة عنهم، فكمسؤوليات عندي كتير كتير مسؤوليات، يمكن أكثر من أي رجل في العالم، كونه بالنسبة لنا الرجال عندهم أكثر المسؤوليات لو نمشي على التعريف التقليدي. لكن بنفس الوقت اللي يمكن اللي بيميزني إني ما أفكر مرتين، يعني بآمن إنه اليوم اللي بيجي ما برجع، I want to get the best out of each day، بدي أخذ أحسن إشي بقدر عليه من هذا اليوم. فما عندي مشكلة إنه أعمل باوز لكل إشي وأطلع لهاي المغامرات. فحتى لما أسافر، حتى خفت وزن، ما بسافر زي الرحالة بباك باك وقصص، لا بسافر في السوت كيس تبعي، بعدة التصوير، بعدة بأشياء اللي مرتاحة فيها، وبطلع بالطريقة اللي يعني أنا بحسها مناسبة لإلي. فبشكل عام لا، بلا عندي مسؤوليات، بس ما بفكر كتير، يعني أنا مش أوفر تينكر من مرة، يمكن مرات حتى ما بفكر إنه خلص بدي أعمل هذا الإشي هلأ، يعني بدي أعمله هلأ لو تنطبقت السماء على الأرض، ولو شو مكان الموضوع فيه له خسائر، ولو مين ما قال لي إنه لا أسير ما تعملي. فأي ثينك هذا المندفع يمكن الكلمة. طب خليني أرجع أصيغ السؤال بشكل تاني، إنه أكيد في مسؤوليات عندك واضح لي من 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 بداية الحوار، صرت شايف أكتر وهلأ أنت أكدت عليه، بس بقصد خفيفة من 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 التربطات، يعني فعليا مثلا ما عندك بكرة جامعة، ما عندكش أو عندك الشغل تبعك بسمح لك إنك تسافري. فبلاحظتها إذا بدي أصيغ الإشي بشكل تاني، إنه بيومياتك أنت هلا مصمم حياة اللي تخليك تاخدي قرار وتطلع تسافري فيها هيك مكيفي،
بس بلاحظتها لما أخذت القرار على مدار يوم لحد ما عملت الفيزا وحجزت تكت الطيران. شو الترتيبات اللي عملتيها بيومياتك عشان تغيبي؟ قد غبت شهر؟ غبت 3 أسابيع بس كنت وقتها لازلت مدرسة، والمدرسات كان عندهم تعرف عطل، فكان وقت إجازتي كان وقت الإجازة. فهلأ صحيح وصلت لهذه المرحلة إنه خلص أنا وقتي لإلي وأنا فري أعمل أي شيء بدي إياه في أي وقت، وهي طبعا نعمة كبيرة الفريدم أوف تايم وموفمنت الحمد لله. بس أكيد باك ذن ما كانت عندي هاي الحرية لهالدرجة، كانت عندي الحرية بس وقت ال خلينا نحكي وقت الإجازات، واللي كمان ما كنت بقدر أتحكم فيها زي أي حدا بقدر يقدم لإجازة في أي وقت بده إياه، لأنه المدرسين خلص عندك هاي الإجازة ما بتقدر تأخذ غيرها. وهذا الإشي اللي خلاني أضطر أستقيل، مع أنه كان برضو قرار كتير متهور، وكنت لسه هلأ مبلشة في شركتي ومش عم تعمل لي هالقد مصاري أقدر أركن عليها أفتح بيت لحالي في دبي وإقامة على حالي ولايسنس على حالي وكل هاي الأشياء. بس كنت دايما أحس إنه الشغل بالنسبة إلي ليميتيشن محدد، وإنه في أشياء بقدر أعملها كتير أكتر من هيك بس الشغل موقف في طريقي. فكل ما أجي أسافر وأحط هاي الconsiderations أو الاعتبارات للدوام لوقتي لكل هاي الأشياء، أضل أحس بالقهر إنه لا أنا ما لازم يكون عندي دوام يجبرني على إشي أو يخليني أضطر أعمل إشي في وقت معين، خصوصي إنه يعني أنا طول عمري هيك بحب أكون هيك حرة من كل إشي. فمن هون قررت أترك دوامي. وقت مثلا سفرت باكستان بقول لك كانت عندي إجازة، فقدرت أطلع بدون أي تفكير في أي إشي. بس أكيد في أوقات تانية كان يجيني فرص سفر، فرص مؤتمرات، فرص كتيرة أضطر أضحي فيها لأنه عندي دوام، وهذا الإشي كتير كان صعب. فمن هون قررت إنه أترك شغلي وأعتمد على حالي باللي بقدر عليه. وحتى أولها كنت بعمل مليون إشي ما إلى دخل في المغامرات، كنت بعمل موديلينج، أنا برضو موديل أكيد شفتوني على MBC4 وعلى MBC بداية نيفيا وهاي الأشياء. فكنت أعمل شوية أشياء on the side مش كتير إلها دخل من المغامرات، بس كانت تدعم شوي تدريس خصوصي whatever، لأنه دائما بآمن إنه الواحد إذا حط إشي في باله بقدر يعمله. يعني هاي أنا مثلا شهادتي في الأساس هندسة حاسوب، فما قعدت وقلت والله مش لاقي شغل بهندسة الحاسوب وما هو شهادتي بهاي المجال، لا شقيت طريقي في إشي تاني وخليت كل ظروفي تتمحور بحيث إنه أقدر أوصل لهاي الحرية اللي أنا بدي إياها. انت دائما في اشياء اون ذا سايد عندك، ما كنتش بعرف انا موضوع الموديلينج هذا. انا اخر ابديت عندي اللي هو من سيربح المليون. امانه ما حد يحضر الحلقه. هذا امتى كان؟ ليش حضرتها؟ استنى شوي قبل ما نحكي فيه. لا حضرتها طبعا. لا يا الله، كان قمه الاحراج، كان بال 2015، فأنا أصلاً كنت كتير صغيرة، يمكن عمري 20 سنة. وفجأة صاحبتي بتقول لي احذري، شو شفت إعلان من سيربح المليون جاي على الأردن وبعمل مقابلات، شو رأيك نقدم؟ قلت لها كنا بنعرف حدا بالتلفزيون أو إيش زي هيك، حكينا عن الموضوع، رحنا قدمنا هيك يعني من باب الهبل بالشيء عرفت. فوالله لهم برنوا علي أول مرة قال انت قدمتي من سيربح المليون وانقبلتي مبدئيا ولازم تجاوبي على 10 أسئلة عشان تنتقلي على المرحلة التالية. قلت لهم يلا اوكي وجاوب. سألوني اسئلة يعني جوجل يمكن والله يعجز عن انه يعرفها. جاوبت very randomly. ولا هم بيقولوا لي مبروك انت انتقلتي للمرحلة التانية. فتاني مرحلة كانت كأنه سكايب، كان وقت سكايب، قالوا لي عند إلك سكايب انترفيو لازم تطلعي فيها. عملت السكايب انترفيو، سألوني كمان 10 أسئلة صعبين ما بعرف كيف جاوبت عليهم.
بعديها قالوا لي جورج قرداحي جاي على الأردن وحيعمل لك انترفيو. قلت لهم أوكي إجي على الأردن. سألني برضو 10 أسئلة إشي زي هيك وجاوبت عليهم وتأهلت للمرحلة النهائية. بعد شهر قالوا لي في إلك سفرة على مصر على المدينة الإعلامية لتسجيل حلقتك في مسير بحر المليون. والله وقتها رحت وشاركت في البرنامج، كان كثير إشي صعب صراحة ومحرج. سألوني أسئلة يعني ما أنزل الله بها من سلطان. فآخر سؤال شو كان يمكن تبع 2015 ما كانش أختك بين إيديها جوجل؟ استنى ما أقول لك، اتفقت مع أختي رنولها عشان تعطيني الجواب من جوجل. تمام، إلها اتصال بصديق 30 ثانية. اتصال بصديق، بس شو الحلقة مسجلة فهي ما بتعرف إيش عم بيصير معي. بتكون مفهوم، بس انت سألتي انا قعدت هيك افكر، لا يعني خط ما بعرف، اول مرة هيك بقضية ما سربح المليون اول مرة بفكر انه اتصال بصديق. طب هدول ليه ما يعني انه انا اتصلت مرحبا تليفوني بايدي، بلشت اعمل سيرتش على السؤال، فقلت طب جربت ادور على تاريخ الحلقة انه طب ليه الاي كيو تبع الاصدقاء كلهم اللي الناس بتلجأ لهم بكون منخفض بهاي اللحظة. احنا اتفقنا نعمل هيك، اتفقنا احكي لأختك ما تسبش علي، الاي كيو تبعها مرتفع بمكان تاني، وقتها كان منخفض جدا. حرام، هي دورت وطلع الجواب البحرين، كان سؤال ايش اصغر بلد اسلامي، طلع لها الجواب البحرين. لسه بدها تحكي البحرين فصل الخط، اولا الانترنت ما كان سريع زي هلا، بس الشغلة الثانية انه حتى البحرين كان خطأ، منيح انها ما اعطتني الجواب، جوجل ما عرف. لا انت نسيتيها تماما، هي اعطتك الجواب بس انت قلتي لها بس انا بظن الاجابة غلط. هي كمان اعطتك الاجابة، هي اعطتك البحرين. منيح ما جاوبت. بس اسمعي، اعملي لها فاتورة للمستقبل، هذه هي بدها تحاسب عليها يعني. عن جد فعلا خسرتني. لا البحرين جابتها من جوجل، بس جوجل أعطاها جواب غلط. هلا تذكرت صح. أسيل، بتضلك تأكدي في أكتر من مكان على فكرة أنه أنت بنت، أو بسياقات طبعا غير مباشر، يعني مش أنه أنت بتطلع تقولي أنا بنت، بس قصدي انه مثلا في مقارنه مع رجال، في فكره اعتناء كتير كبير وحضور كتير كبير لفكره النساء في الشغل تبعك، سواء بالاعلانات بالمحتوى تبعك، فكره كمان الصبايا المحجبات. ولإلي لو ما شفت الحلقه من سيربح المليون شفت انك انت كنت محجبه يوم من الايام، ما كنتش راح افهم انه في خصوصيه انت شايفتيها للصبايا المحجبات فعم بتراعيها، مش لأني كنت أفكر في الأول إنه شو عم يعني كمان الإشي ماركتينج أكتر لمجرد إنه النساء المحجبات كمان كذا. فبعيدا عن النقاش اللي هو مرة تانية، لو ما كنت شايف من سيربح المليون أو شايف إنه أنت يوم من الأيام كنت محجب وشرحت الحجاب، كان ممكن أفكر إنه في إشي اللي هو تسويقي عم بكون ببني وبعزز فكرة عزلة الصبايا أو الصبايا المحجبات أكتر. بس صار واضح لأنه كمان هم بلجأوا لك لأنه عارفين أنت خلفيتك أو عارفين كمان المسار. أيا كان، في مسار لصبية مختلف عن هي شو اليوم. إذا بدي أجرب يعني أسأل المشاغبة والعنيدة ما قبل السفر فعليا، ليه بتضل تأكد على فكرة أنه البنت في خصية للبنت أكتر وفي مسؤوليات موجودة عليها وهي عم بتجتهد، مش في حدا عم برعاها، وكتير سياقات مثل هيك. وبنفس الوقت بدي أعرف شو خصية الصبايا بهذا السياق. هلأ صحيح إنه دائما يعني بروج لفكرة إنه البنت بتقدر، بقول البنت بتقدر تكون، ويمكن مرات يعني ما بحكي عن التحرر، بس أسلوب حياتي بيعطي كتير انطباع بالتحرر وبيروج بشكل رئيسي أو بشكل مباشر أو غير مباشر لأفكار التحرر. لكن نفس الوقت أنا كأسيل بحترم كل بنت
يعني بتختار الطريق اللي هي مقتنعة فيه، سواء كان طريق بحجاب أو بدون حجاب، باختلاط أو بدون اختلاط، ما إلي أي يعني أي authority أو أي صلاحيات إنه أجي أغير في أي بنت أو أغير في قناعتها إذا هي مرتاحة في هاي القناعة. فلذلك خلال مغامراتي كتير صرت أتعرض لبنات يجوا يحكوا لي أنا نفسي أشارك في مغامراتك بس ما بقدر لأنها مختلطة، أو لأنه أنا ما بحب الاختلاط، أو لأنه زوجي ما بيخليني، أو هي عايشة حياتها ومبسوطة فيها لكن حابة بنفس الوقت تجرب إشي جديد ما بيسمح لها اللايف ستايل تبعها إنها تجربه بالطريقة اللي موجود هلأ. فمن هون حسيت إنه كمان واجب علي أوفر بيئة مريحة أكتر لهذا النوع من الصبايا اللي طريقة حياتهم مختلفة شوي عن طريقة الحياة اللي أنا بعيش فيها أو اللي كنت أعمل فيها رحلاتي من قبل، وأوفرهم هاي المساحة الآمنة بالطريقة اللي هم بلاقوها مريحة لإلهم. فهذا الإشي انبثق عنه شغلتين، الشغلة الأولى هي رحلات أو مغامرات للبنات بس، فلاحظت كمان إنه في كتير صبايا بيرتاحوا في الرحلة أكتر حتى لو هم مع الاختلاط، لكن بيرتاحوا أكتر لما تكون كل المشاركات في الرحلة بنات. في منهم مثلا تعرف كمان بالمغامرات في كتير أشياء جديدة بتجربها البنت، مثل مثلا هايك، فبتكون لما يكون في عنصر الرجال تكون مستحية تحكي والله أنا تعبت، مستحية تمشي بطيء لأنه بتحس إنه خلص مش مرتاحة 100%. كتير كمان مرات أكبر عنصر يعني سوري تو منشن بس موضوع استخدام الحمام بالطبيعة كمان هذا موجود دائما في كل رحلة من رحلنا، ومستحيل البنت تكون مرتاحة زي ما لو بوجود الجنس الآخر. فحسيت إنه لو أعطينا بيئة مناسبة أكتر لهدول الصبايا حتكون مرتاحة أكتر إنها تجرب، أو بعدين على الأقل في أول مرة تكون محتضنة في بيئة كلها صبايا، بعدين هي خلص ونس إنها جربت حالها عرفت قدراتها، عرفت اللي ما تستبعونها، عرفت إيش بتحب تعمله مرة تانية إيش ما بتحب تعمله مرة تانية، وقتها هي بتقدر تختار وهي مرتاحة تشارك في إشي مختلط أو غير مختلط. هذا من جهة. من جهة تانية عنا كنا نعمل رحلات بر اللي هي جلسات تخييم وهيك بالصحراء نعمل فيها لايف كوكينج وكذا. هاي الرحلات برضو كتير من الصبايا مثلا بحبوا يرقصوا ياخدوا راحتهم، فبرضو إذا كان في عنصر الشباب موجود إذا كانت البنت محجبة ما حتقدر تاخد راحتها في هذا الوضع. فمن هون قررت إنه حتى جبت لهم ساتر أو جدار طويل طوله 3 متر تقريبا بحيث يوفر لهم مساحة بالصحراء مغلقة تماما يقدروا ينبسطوا فيها بدون ليميت، بدون ما إنهم يكونوا حاسين إنه في حدا ممكن يشوفهم ويعني ما يكونوا مرتاحين. فإجمالا مثل ما تفضلت لأنه أنا كنت محجبة فبحترم كتير الصبايا المحجبين وبعرف إيش الليميتيشنز اللي ممكن تكون موجودة، بحاول أقلل هاي الليميتيشنز بحيث إنه يحصلوا على حقهم في التجربة على الأقل، لأنه كل التجارب في العالم كل المغامرات في العالم مش أدجستد للمحجبات، فبيكون فيها كتير أشياء بالنسبة للمحجبة قد تعتبر تنازلات أو قد تعتبر خلص discomfort بالنسبة لهم. ف يعني دخولي على الخط من كوني شايفة وجهة النظر من الجهتين حاول يقرب المغامرات بأقل يعني بأقل التنازلات الممكنة على البنات المحجبين. فهذا اللي عم بحاول أعمله بشكل أو بآخر. هلا كتير حلو بس بحس انه يعني مهما جربت تعمليه كتير صعب. يعني اول اشي فكرة انه بحس انه يعني انت عم تشتغلي بمجتمع ما محدد اكتر من فكرة التعميم على مستوى كل العالم، ومجتمع ما اللي هو مش بس قضية الحجاب، قضية الصبية بحد ذاتها حركتها وسفرها وكذا
بيضل محدود بتفاصيل اجتماعية وثقافية وعادات وتقاليد وكمان دين، وانت عم بتراعي هذا الاشي. بس بحس انه مثلا لما بدك تيجي تطلع كليمنجارو وبدك تعمل اشي للصبايا فقط او للمحجبات فقط ما رح يزبط معك، لانه بالاخر يعني في عندك كمان عناصر اللي هو اذا انا ما اجيت معك، اذا انا العنصر المرفوض هو مشارك يعني متسلق معي، فهو في حدا بالاخر الناس اللي بتطبخ او تنفخ او تعمل او شوفير او كذا اللي بدها تتعاطى معه، فبالاخر رح يضل الاشي محدود. وبفكر حتى الرحلات اللي انت عم تحكي عنها فيها عنصر رجال موجود كدعم ومساندة، صح؟ مزبوط. هلا اكيد لا يعني لا غنى، لا يخلو الامر من الرجال، لا يخلو من بعض ال... كان لا غنى عن الرجال كتر الف خيرك نستغنيش عنكم احنا، بس اللي حسيت شو هذا يعني لكم دور فعال الصراحه لا لانه بدي احكي لك انت لما بنطلع لما رحنا قرارات وكلام من جاره، انه يمكن بعض الشباب وبعض الصبايا عبروا عن حرج بقضيه الحمام في الطبيعه، اوكي، قضاء الحاجه في الطبيعه، وهي فعلا إشي يعني مش عند الصبايا، عند الكل، احنا متعودين على نمط مختلف يعني. بس بتذكر انه مثلا كان في نقاش مع صديقه اللي هو انه المشاركين لازم يبعدوا، فهمت كيف؟ المشاركين لازم يبعدوا كتير، بس اللي بيشتغلوا بنصب وخيا ممكن يكونوا اقرب الجايدز عادي انه كيف يعني لسه بدي احكي لك لاحظت هذا الاشي عندهم، انه المهم المشاركين جايين من الامارات نعرفهم بيعرفونا او في مجال انه يعرفوهم او يعرفونا يعني في المستقبل ما يكونوا شباب، بس الجايدز هناك عادي. فهي اكتر هي مش موضوع انه ما بدهم اختلاط، على قد ما انه بدهم يكونوا في بيئة مرتاحين فيها، من حيث مثلا الناس اللي قاعدين معهم بالباص، الناس اللي طالعين معهم بالطيارة، الناس اللي في بيننا وبينهم احتكاك اكتر. هلأ الجايدز وكذا عادة انا بكون حلقة الوصل بيني وبينهم، فحتى وقت الاكتيفيتيز كذا بيكون مثلا السائق بعيد، الجايد بعيد، انا اللي بكون هاندلينج ذا هول ثينج، وحتى اذا حبوا يحكوا او كذا انا بكون حلقه الوصل دائما. بس هذا الاشي لاحظته انه بالنسبه لهم عادي الجايد يكون شاب بس ما يكون طالع معنا من الامارات، بس الجروب اللي طالعين من الامارات يكونوا بنات. يعني في اشي قد يكون does not make sense بالصورة العامة، بس إذا فكرت فيها هو مش بس الامتناع عن الاختلاط حرفيا، وإنما هو تكون البنت مرتاحة. يعني حتى في منهم حتى مو محجبات اللي بفضلوا رحلات بس للبنات، بس بيقولوا لي إنه إحنا بنكون مرتاحين أكتر لما الجروب كله يكون بنات، بحسوا انه الموضوع free of judgment، بيكون ما يعني مش مضطرين يحطوا خلينا نحكي effort لانهم يكونوا اشي تاني، او يحطوا اعتبارات لانه في معنا شاب ومستحيين وكذا، هيحسوا حالهم مرتاحين اكتر يتصرفوا بطبيعتهم لما يكون الجروب كله بنات، وبيعرفوا انه الجايد خلص يعني مش كتير حيكون متبع معهم. صح يمكن العلاقة مع الجايدز انه هي اختياريا فعليا بتقدر ما تتعامل معه، بس هي اذا انا طلعت مجبورة تتعامل معي، يعني هذا شق من الاشي. بس انا يعني حبيت اضرب لك التسويق اللي بتعمليه بالقصة هاي. شكرا. لانه بحس انه في اشي اصلا عم تعمليه اللي هو يعني بكسر الصور التقليدية لفكرة انه الصبي ما بتقدر تسافر او ما بتقدر تتحرك او ما بتقدر كذا، لا هي بتقدر تختار مع مين تتعامل وكيف تتعامل يعني، والاشي مش بس بسياق محجبات. بس لفتني بحكي لك اعلان للمحجبات فقط او للصبايا المحجبات او رحلة نسائية او كذا. هلا انا اخذتها بالاول، هلا الرحلة لما يكون اسمها للصبايا فقط معناته كل المشاركين للصبايا، بس إذا محجبة يعني خلص بدك تضلك في حجابك مثلاً، أو ما في consideration لموضوع إنه محجبة أو لا. يعني في صبايا مش محجبين عادي بيطلعوا في رحلة الصبايا، بس من باب إنه الجروب كله يكون صبايا يكونوا مرتاحين فيه على الآخر. لكن لما يكون الموضوع بيراعي موضوع الحجاب معناته أولاً حتى الجايد حيكون صبايا، يعني جايدز الهايك، جايدز المغامرة كلهم صبايا،
بلس بيكون في مكان مغطى بالكامل تقدر الصبايا المحجبة تشلح الحجاب فيه بدون وجود أي رجل. فوقتها مثلا عندنا مخيم كامل بيكون مسكر 3 متر لفوق ومساحته أكثر من 10 متر، يعني زي مساحة بيقدروا يشلحوا فيها الحجاب وياخذوا راحتهم، فبيكونوا في الأوتدورز بس بنفس الوقت ما في شباب في المكان بيقدروا ياخذوا راحتهم فيها. وحتى الطباخ الكذا أي حدا الشيف اللي بيعمل لهم الأكل بيكون برا هذا المكان وبعيد شوي عن المنطقة بحيث ما يكون عنده أي يعني تواصل مع الجروب اللي فيه بس بنات. فهذا الفرق بين صبايا بس وبين موضوع إنه مساحة آمنة تقدر تشلح فيها الحجاب وتاخد راحتها مع مراعاة كل الأشياء اللي ممكن البنت المحجبة تكون بتحب تكون موجودة في هذا المكان. فهي هاي الفكرة. قبل ما أسألك السؤال أو قبل ما أكمل، بنفع نتأكد بس إنه التليفون واللابتوب على نفس النتورك لأنه عم بكون في ديلي بين الصورة والصوت. قاعد. بس يمكن لازم تعمل. انبلهم من نفس النتورك. أنا شبكت من الموبايل ما أعرف ليه الواي فاي كله فصل. هلا. لسه في ديلي. لا تمام. تمام. أوكي. تمام. طيب أسيل اهتمامك العائلي جدا احكي لي انه عم بسجل. عم بسجل. تمام. اهتمامك هذا الكبير بالصبايا وبخصوصيتهم وكمان بتحريض الصبايا على الترحال والسفر والمغامرات. بظن جزء منه تسويق وجزء منه شغلك وجزء منه كارير وجزء منه بتحب رفقة بنات. بس كمان بحس انه انت بتكوني تحكي على تفاصيل او عرفت كمان انه انت بتكوني كمان تشاركي تفاصيل اثر هذه المسارات كلياتها على البنت نفسها، يعني على قوة شخصيتها، على استقلاليتها، على ثقتها بنفسها، على قدرتها على خوض معارك اكثر سواء في مجتمعها او غير مجتمعها، بشغلها، ببيئتها، بعيلتها وهيك. بنفع اسالك السفر شو غير فيكي مش مظهرا بس على مستوى نفسي وعلى مستوى أسيل ما قبل السفرة الأولى وصولاً لليوم 2023 اللي عم بتنظم أصلاً رحلات لشباب وصبايا؟ كيف تغيرت أسيل؟ أكيد هلأ يعني السفر مدرسة من حيث أنه أو أكثر إشي ممكن واحد يتعلمه من السفر إنه كتير من الأفكار اللي كنا متبنيينها وشايفينها هي الصح فوق كل العالم، في ناس تانيين في بلاد تانية متبنيين عكسها تماماً وكمان مفكرين إنه هاي هي الأفكار الصح وأصح إشي في العالم. فاللي غيروا فيه السفر أكثر إشي هو إنه وفر لي مصدر أكبر من المعلومات والثقافة وعلمني أختار الصح لأنه فعلياً صح مش لأنه أنا تعودت أنه صح. فخلال مسيرتي في السفر في كتير أفكار تعلمتها كانت ما كنت متخيلة أنها ممكن تكون مناسبة لإلي أو ممكن أكون حابة أتبناها لأنه أصلاً ما كنت بعرف أنها موجودة من قبل. هاي الأفكار مع الوقت اكتشفت إنها بتناسبني أكتر ومقنعة بالنسبة لي أكتر من أفكار كتير تانية. من ضمنها مثلاً موضوع الحجاب، أنا مش كتير بحب أحكي في هذا الموضوع أو يمكن عمري ما حكيت فيه من بداية من وقت ما شلحت الحجاب، لكن بما إنه you brought this up هقول لك رأيي في الموضوع. هو من الأشياء اللي كتير تغيرت في أسيل من قبل. هلأ قبل لما لبست الحجاب كنت أدرس في جامعة في منطقة يعني كتير منغلقة نوعا ما في الأردن، وهناك كنت أحس إنه أنا مش لابسة الحجاب كل العيون علي، يعني زي كأنه أنا مش لابسة أصلاً. فكان الموضوع جداً مش مريح، ومراعاة للبيئة اللي أنا موجودة فيها
لبست الحجاب لحتى أنا أحس إني مرتاحة ومحمية نوعا ما بناء على البيئة اللي موجودة في هذا المكان. هلأ لما بديت أسافر بالحجاب في كتير بلاد كنت أحس فيها الحجاب فعليا حماية، بلاد تانية زي مثلا نيويورك فرنسا كنت أحس إنه أنا more threatened بالحجاب أو مهددة أكتر وأنا لابس الحجاب. ليه؟ لأنه أنا لبست الحجاب بقناعة إنه هو المفروض يمنع لفت النظر على البنت. لما سافرت لهديك الأماكن شفت إنه الحجاب عم بلفت نظر لإلي فعليا عم بجيب لي أذى. فمن هون بديت أفكر إنه يمكن الموضوع مش بالحجاب أو بعدم الحجاب، الموضوع بالنسبة لإلي هو أكون لابس اللبس الأقرب لأهل المنطقة، سواء كان بحجاب أو بخمار أو بدون، بحيث إنه أحس بالأمان. فمثلاً لما أسافر باكستان بتحجب وبلبس أوعيهم، لما أسافر جورجيا التواجد بحجاب كتير يعني كتير مش مريح، فما مستحيل ألبس حجاب مثلاً في منطقة زي هيك. فصرت بالنسبة إلي الموضوع صار عشان أحقق الهدف من الحجاب بلبسه في الأماكن اللي بتناسب الحجاب، اللي متعودة على الحجاب، بحيث ما أجيب لحالي أذى أنا بغنى عنه. فمن هون اكتشفت إنه اللبس بشكل عام بالنسبة للبنت عشان تكون محمية أو في أمان في الأماكن اللي عم تسافر فيها، خصوصاً كبنت بتسافر لحالها مثلي، هي إنه تراعي اللبس اللي بيلبسوه أهل البلد وتكون قريبة منه، طبعاً بغض النظر عن النظرة الدينية للموضوع، عن مدى التدين بالنسبة للبنت. بس هذا برأيي بشكل عام. هلأ بالنسبة للمحجبات بحس كمان بشوف منهم بيصيروا بيلبسوا توربان في الأماكن اللي الحجاب فيها مش مقبول. يعني صحيح في كتير دول بتنادي للحرية والحرية الاعتقاد وحرية اللبس وكذا، بس لما يشوفوا محجبين للأسف ما بيعطوهم هاي الحرية اللي بدهم ياها. فكمان نكون واقعيين بالنسبة لردة الفعل على الحجاب. فهاي فكرتي أنا كأسير، وهاي واحدة من الأشياء اللي تعلمتها من خلال السفر. بالأخير أنا مش رايحة أجاكر الشعب ولا رايحة أعمل مشاكل ولا رايحة أعرض حالي للخطر عشان أثبت أي إشي. بالنسبة إلي رايحة أنبسط وبهمني بالدرجة الأولى أكون في أمان، لأنه ما في إشي ممكن يكون يعني بيستاهل إنه أضحي في قد تكون في حياتي مرات في بلاد مثلا معروف فيها العنف، معروف فيها يعني ممكن الواحد يتعرض فيها عن جد للأذى مقابل إنه أثبت وجهة نظري في لبس معين أو في إشي معين من هذا النوع. فهاي واحدة من الأشياء. أشياء تانية قد تكون التقبل للناس بشكل عام. يعني قبل كنت كان يعني معظم الناس ثواني الاي سي سوري اوكي هيك مش مبين صح اوكي. فهاي الأشياء اللي تغيرت في أسيل. شغلة تانية هي التقبل، كنا نحكي عن التقبل للشعوب الأخرى للأفكار الأخرى. يعني أتخيل الواحد لما يكون عايش بمجتمعات منغلقة بيعتبر الاختلاف إشي هيك بحس بالتهديد، يعني لما يشوف ناس مختلفين أو بيرفض هذا الاختلاف، وقد يوصل لمرحلة إنه ما بيحترم هذا الاختلاف. بس هلأ صرت لما أسافر على بلد تاني أشوف معتقدات تانية أفكار تانية أسلوب حياة تاني، صرت أقدرها وأتعلم منها بدل ما إنه أرفضها وأعتبرها غلط. فهذا إشي كتير بقدره من الأشياء اللي تعلمتها في السفر. برضو تعلمت إنه الحرية هي مش إنه والله أنا أشلح الحجاب أو إنه أعيش حياتي زي ما بدي بدون أي اعتبار لأي حدا أو لأي إشي أو لأي دين، وإنما الحرية هي إنه أتقبل الناس بحيث إنها تكون
اختياراتها وتعيش اختياراتها اللي هي بدها إياها، سواء كانت متدينة أو غير متدينة، مسيحية أو مسلمة، بوذية أو whatever كانت ديانتها. بالنسبة إلي لما بنت تكون محجبة، هي اختارت الحجاب وهي عايشة أسلوب بيحترم هذا الحجاب، بالنسبة لي هاي حرية لازم أحترمها. يعني كمان بتوقع من ناس تانيين إنهم يحترموا أسلوب حياتي بالأسلوب اللي هو فيه، لأنه هذا كان اختياري. ونفس الإشي أنا بحترم الناس اللي اختارت اختياراتها بغض النظر شو كانت هاي الاختيارات. فيمكن تغيير مفهوم الحرية عندي كان موضوع كتير كبير تعلمته من السفر. وعلى مستوى شخصيتك شو تغير فيها بسنين السفر هاي؟ انت اول سفرة امتى كانت؟ اول سفرة كانت بال 2013. وكان عمرك وقتها؟ كنت 19 20 هيك اشي. 19 20، عم نحكي ب تقريبا بهالرينج. عم نحكي بعشر سنين، يعني من بداية العشرينات لتقريبا نهايتها. صح. شو تغير فيك على مستوى السفر وانت عم بتشوفي كمان يعني ناس تاني سافرت معك، كيف السفر مسها كصبية، عم بجرب احكي مرة تانية، مش كشباب وصبايا، كلنا بمسنا، بس كصبية بشكل خاص. واشي تاني كمان انه شايفي زميلات لإلك او صديقات لإلك او حتى خواتك في اللي ما اخذوا مثلا او ما كان عندهم متاح لهم كميه السفر وخيارات السفر اللي موجوده عندك والمغامرات. فشو تغير فيك او شو بغير السفر بالصبي وشو بيعطيها على مدار السنين هاي مثلا؟ انا عشان هيك شوي بهتم بالصبايا، لانه بحس انه يعني لازم كل بنت تجرب السفر عشان تقرب لحالها اكثر، إنه يمكن الشاب بيقدر يسافر في أي وقت، بيحمل حاله وبيطلع بحسب المنظومة المجتمعية اللي إحنا عايشين فيها، بس البنت دائماً في عندها محددات ومخاوف أكبر. فأنا كبنت اللي تغير فيها واللي بحب إنه كل بنت تجربه، عشان هيك بحرض أو يعني بديش أحكي بحرض، بس بحاول أساعد البنات إنهم يسافروا، هو إنه أول إشي شخصيتي كتير تغيرت، صرت أعرف مين أنا أكتر، صرت أقرب لحالي، صرت أعرف شو بحب شو بكره، شو الحياة اللي بدي أعيشها لقدام، كمان الواحد لما يكون عايش في مجتمع صغير بيكون شايف أشياء صغيرة يحلم فيها، بس لما يطلع برا بيشوف مهن جديدة. يعني مثلا هلأ عمالي بدرس لحتى أصير مدربة غوص، قبل ما عمري تخيلت إنه أصلا ما كنت بعرف أي إشي عن الغوص، فما كنت بعرف إنه في مثلا جوب تايتل. Here, okay, only the room problem. I go roof for check up and come back. You go where? Roof. Roof, okay. I check what is here. هذا جزء من تقارب، هذا المقطع مش رح نحذفه، هذا بالذات مش هنسرعه، هذا زي ما هو. لحبيت الإنجليزي تبعك لأنه روف وير تذكرت بدك تحكي بلغتهم. هو go where roof. أوكي here no problem problem roof no problem. اوكي سوري فور ذا انتربشن. فشو كنت بحكي؟ ففي كتير وظائف الواحد ما كان بيعرف اصلا انها موجوده بيتعلمها من السفر، عشان هيك كتير كنت اشوف اجانب مثلا بيفصل بيوقف حياته سنه كامله وبيقرر يسافر قبل ما يختار شو بده يدرس بالجامعه، لانه فعليا واحد هو عمره 18 سنه بكميه الخبرات الكتير قليله اللي عاشها في مجتمعه الصغير ما بيقدر يحدد والله ايش بده يكون for the next 70 years او لل 70 سنه الجاي. فعشان هيك السفر حيعرفك على
وظائف أكتر، حيعرفك على خبرات أكتر، حيعرفك على هوايات أكتر، قد تكون واحدة منها تقرر إنها تصير كارير باث بالنسبة لإلك أو مهنة بالنسبة لإلك. كمان شغلة إنه الواحد بيصير هيك غني بالتجارب اللي تقربه من حاله أكتر. يعني أنا هلأ أسيل مثلا بعرف إنه لما أتضايق بطلع على الطبيعة، بعرف إنه هذا الإشي بيريحني، وما كنت بسافر ما كنت بعرف إيش أكتر إشي بيريحني. بعرف إنه لو ركبت على الخيل حطلع كل الاسترس اللي فيه، لو برضو ما سافرت وما تعلمت هالأشياء ما كنت بعرف إيش اللي ممكن يكون بيريح أسيل. تعرفت بعد ما سافرت برضو، قابلت ناس صاروا يحكوا لي عندي فرط حركة أو ADHD، فبرضه ما كنتش بعرف إيش يعني فرط الحركة. هلأ بلشت أكتشف إنه برضه شخصيتي فيها أو عندي موضوع فرط الحركة، من حيث إنه عشان هيك أنا ما بقدر أركز في التفاصيل الصغيرة لوقت طويل، عشان هيك أنا ما بقدر أقعد على مكتب لمدة وقت طويل، لأنه يعني أنا مثلاً بكون more active لما أكون عم بتحرك. فإذا بدي أنجز أي مهمة بحاول أنجزها وأنا بتحرك، لأنه هيك بكون أكتر إشي productive مثلاً. فكلها هاي الأشياء ما كنت بتعلمها لو ما السفر. شغلة تانية برضو بالنسبة للواحد وهو في مجتمع صغير، again بيكون بيختار اختيارات بناء على الموجود، بالضبط زي لما تيجي يحطوا لك منيو أكل وتختار منه، انت اخترت من اللي أعطوك إياه لأنه هذا هو اللي موجود حاليا. بس لما تروح على مطعم تاني حتلاقي أنه والله أنا في وجبات تانية بقدر أختارها، في أشياء تانية ممكن أحبها ما كانت موجودة عن منيو الأول. فهذا هو السفر، هو عبارة عن منيو غير محدود تقدر تتعلم منه أشياء تختار منها بدون ما كنت تعرف إنه والله أنت عندك هذا الخيار من الأساس. فهذا من جانب. من جانب تاني على الصعيد الشخصي، ممكن برضو كتير بيأثر السفر على العلاقات وعلى يعني شو نوع العلاقة أو شو كيفية العلاقات اللي ممكن الإنسان يكون بيحب يكون موجود فيها، شو صفات شريك الحياة اللي بيقدر اللي بيحب يكون فيها. لأنه أجين لما الواحد يسافر يشوف كتير أشكال وألوان، وبيشوف كتير وظائف مختلفة، بيشوف كتير ناس اللي بيشتغل على شركته ومفاتحها من بعيد، واللي بيشتغل في وظيفة معينة. فبرضو كل هاي الأشياء بتأثر على اختيار الواحد لشريك حياته ولا الطريقة اللي بده يعيش فيها في المستقبل. فمدرسة السفر مدرسة كتير كبيرة. شغلة تانية by the way، الواحد دائما هو في أرضه قد يكون الإشي اللي عم يعمله ما إله كتير قيمة. مرات إذا سافر عمل هذا الإشي في مكان تاني قيمته حتكون كتير أكبر. يعني في بيت شعر شو بيحكي، والذهب كالترب ملقا في استنوا I have it، لازم نحكي لأنه هذا كتير مهم، وعندي مثال بعد عليه كتير كتير مهم. حتقص أنت صح أشياء؟ لا 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 رح يبان كيف أنك مسكت تليفونك عشان تزبط شعرين بيت الشعر من جوجل. ثواني لأني كاتبته. قصة الثقة اللي بتحكي عنها يمكن شبابا وبناتا، يعني شبابا وصبايا، بظن فكرة يعني كنت أضل أحكي عنها بمسار الغربة، بس كمان لما يعني بعد تجربة تسلق أنارات وكليمنجارو شفت في شيء بغض النظر عن مستوى المجتمع أو المحيط اللي موجود حوالينا أو دوائرنا، في إشي الواحد بشعر فيه بثقة بينه وبين حاله
مختلفة عن أي إشي تاني، يعني مختلفة عن إنه أنا طول الوقت بدي أثبت إن شيء لمحيطي أو دوائري أو ناسي. فبالنتيجة أنت بس تنزلي من المشوار بتثبتي أول شيء، بتثبتي إنك أنت مجنون كفاية إنك تفكر بهيك مغامرة إنك تطلع عليها حتى لو عملتي يوم أو يومين أو ثلاثة، وإذا عملت المشوار كامل ورجعتي يعني بروح جيد وعالي ولطيفة مع الفريق وانبسطت أنت وياهم، بتكون يعني التجربة كتير عظيمة. بس بفكر أكتر إشي فيها في حاجة زي فكرة لما بدربوا الواحد بفنون قتال، جزء منه بضلهم يشتغلوا على شيء نفسي إنه أنت عم بتكون مؤذي، فالتدريب إذا كان بس تدريب بدني بحوله لوحش، بس فكرة إنه في إشي نفسي إنه أنت هلأ مؤذي مش محتاج تستخدم القوة تبعتك. فإذا كان في مشكلة ممكن ما يعني يتجنب يستخدم إيده أو جهد فعليا بدني. نفس الشيء بسياق السفر، هو يعني بيعمل إشي عكسي. إحنا بالعادة بنكون نحكي كيف قدرت وقديش تدربت، بس قديش أخذني وقت لأتقبل فكرة الشيء نفسي أو أتجاوز مخاوف. بظن هذا إشي للحياة يعني مختلف. وفي كمان شغلة، السفر بحد ذاته في كمية حوادث سير مؤسفة صغيرة، الحوادث التافهة اللي هو محسوب عليك انك ضربت المراية وصار معك حادث، يعني هو راحت مراية بس مش قصة كبيرة بس اوريدي حادث، اللي بخليك بدك تضطر تتعاطي معها بهدوء يعني برواق بتحمل، لانه شكل تعاطينا مع مشاكلنا باليوم يوم بالسفر ما بزبط انه كل ما انضربت مراية يتنكد يومي، لانه انا ماشي رح اضل ماشي فعليا كل مراية رح اركبها رح توقع يعني بهذا الشكل. صح، السفر بشكل عام والمغامرات بيت الشعر والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو ملقا وهو مرمي على الطرق. يعني حتى الكحل في أرضه بيكون عبارة عن يعني زي الحجر مرمي في الأرض وما حدا سأل فيه، بس لما يعني خلص لما صاروا الناس يعتبروه كحل ويتصدر وينتقل من مكان لتاني صار إشي كتير أكبر. فهلأ بشكل عام اللي حكيته كتير مهم، لأنه السفر دائما بيطلع يعني بيبين معدن الإنسان حرفيا. وأنا كوحدة بتاخد جروبات وبتاخد أصدقاء حتى في السفر، يعني بتكتشف انه الانسان اللي قدامك حدا تاني. وكثير صارت اكيد مع ناس يقول لك سافرت مع فلان وكان طلطة عمري، لانه فعليا ما بتعرفه الا بالسفر، حتى لو بتعرفه من 20 سنة لما تسافر معه الموضوع كثير بيختلف، وخصوصا اذا كان في مغامرة involved بالسفر، لانه السفر بحطك خارج منطقة راحتك. فالواحد اولا ما بيكون مرتاح يتصرف بالطريقه اللي معتاد انه يتصرف فيها. الشغله الثانيه وبشوفها خصوصا خلال الهايكات مثل التسلقات، الناس بتبلش ينفذ صبرها مرات وبتصير تتصرف في طريقه حتى مرات عدوانيه. يعني مرة بنت كانت طالعة معي هايك قالت لي أنا عندي خبرة بالهايكات وطالعة هايكات وأبصر شو مهم، طلعت ما عم تحكي صح عشان تدخل معنا عشان نقبلها في المغامرة. طلعت معنا هايك من المستوى المتوسط، ما كان صعب بس هي كانت لياقتها كتير سيئة. وصلت فيها صارت خلال المغامرة عم بتسب علينا وبتشتم وعصبت وطلعوني من هون وانتوا ليش جبتوني هون وما بتستحوا مش عارفة ايش. فخلال الهايكات خصوصا لانها اشي بحط بريشر عليك يعني تطلع كل اللي عندك يا من طاقة من قوة من حركة من حتى حكي. يعني بتكتشف صبر الانسان بالسفر، بتكتشف شو اسوأ اشي ممكن يطلعه تحت الضغط. فهو زي كأنه خلينا نحكي ديمو للحياة بشكل عام، ديمو صغير للحياة بشكل عام، إيش ممكن الواحد يتصرف تحت البريشر هاد. في ناس بتلاقي تصرفها بيكون إنه لا أنا بقدر ورح أكمل
وبتاخد نفس طويل وبترتاح وكذا وبتكون لسه عم تعطي ردود فعل إيجابية. وفي ناس they can go so rude وما بتعرف هذا الإشي غير بالسفر. فحتى حتى أنت هذا الإشي applies على حالك حتى تمام. فهذا الإشي كمان جزء من تقارب الشباب. هذا الإشي applies على حاله الواحد كمان، ما بتعرف حدودك وكيف ممكن تتصرف إلا لما تحط حالك في هذه البريشرز تبع إنه أنا ضعت، أنا مش عارف، مش لاقي الأوتيل، مش التاكسي مش عم بيجيني، وأنا في بلد ما بعرف عنها إشي، والدنيا ليل مثلا. فكل هاي مشاعر الخوف والضغط اللي بيتعرض له بالإنسان بالسفر بيطلع أحسن ما عنده. وخلال سفرتي لباكستان، نرجع لموضوع بيت الشعر، كونه أنا كنت كتير غريبة عن المجتمع وهم مش متعودين أبدا على سياح وعلى بنت تطلع لحالها كمان على باكستان، حسسوني إني شو نازلة من السماء. يعني لدرجة إني عن جد فكرت أعيش في باكستان في النو تايم. صار عندي عدد متابعين هائل من باكستان ونزلت على الأخبار يمكن 5 مرات، والمسؤولين بالبلد كلهم عزموني عندهم وعملوا لي حفلات ومش عارفة إيش. فكل هذه الأشياء كمان بورجيك في إنه السفر بخليك مرات تحس، يعني بغير من قيمتك بحسب البلد اللي أنت موجود فيه، أو من الاعتبار، يعني قيمة الواحد أكيد ما تتغير، بس بالاعتبار لقيمة الشخص بحسب المكان اللي هو فيه. بتفق معك، بس كمان عندي يعني بكون أفكر إنه نوعية السفر اللي أنت بتحكي عنه هو اللي بغير، إنه أنت تطلعي تسحبي حالك وتطلعي على باكستان. مش بالضرورة تطلعي وأنت مش حاجزة أو مش مرتبة لوجستيات، بس مينيموم فعلياً تكوني عارفة أنت شو عم تعملي. وبنفس الوقت نوعية الامتحانات اللي احنا بنحكي عنها هي بأقل وسائل راحة، يعني بتيجي بأقل وسائل راحة بأقل امتيازات. فلقيلي حتى وانت طالع باكستان، طالع كإنفلونسر، يعني طالع كمان كمتابعين اللي هو ممكن يكون سهل لك جانب ما، وبظن لو رجع فيك الوقت كنت بتحب تجرب التجربة مثلا قبل سنين سابقة لتاخديها أكثر، يمكن بشكل أوسع، يعني تاخد التجربة أو تاخد التجربة حقها أكثر. بنفس الوقت بشوف البرامج اللي أنت بتعمليها بأسيل أدفنتشرز هي مغامرات فانسي أو كتير مهيئة أو كتير مرتبة أو كتير، يعني ضل إشي مثل كليمنجارو. أنا رجعت بتحفظات كبيرة من آخر تجربة، إنه في ترند عم بيكون رياضي وفي ترند تسلق جبال وترند غوص وترند ويا الله ما أحلانا وهيك، بس إذا أنا معرفتش أغوص في حدا ممكن يحملني ويغوصني ويطلعني. يعني إذا أنا معرفتش أطلع أوصل القمة، وأظن يمكن شفتيها بجبال أنت وصلتيها، إنه شكل السيرفيسز الخدمات اللي بتقدمها شركات الدعم والمساندة حسب أنت شو بتدفعي وبالأرقام اللي محطوطة فعليا هي بتضمن الوصول. يعني وشفت في كليمنجارو في إشي فيه IP سيرفيس اللي هو ممكن أنا أضل أتحمم كل يوم مي سخنة وبحمل الشنطة الظهر، وفي واحد يعني في كتير تفاصيل في منيو طبخ أنا بقدر أطلبه اللي بدي إياه. فأنا حاسس أنه التجربة اللي أنت اكتسبت منها كل هذا مش عم تعمليها بالشركة عندك، لأنه في نوعية بزنس اللي هو ترندي واللي هو على مستوى بزنس هو اللي بيعمل، وأنا متأكد أنه الناس عم بوصلها القيم أو الأثر اللي بنحكي عنه، بس بكتير أقل أسيل من أنت شو جربتي أو أنا شو جربت بمكان تاني. يعني صح؟ صح، أي definitely agree. هلأ أول ما بديت مغامرات كنت بديت في المغامرات الإكستريم اللي خلص أنا متعودة عليها واللي أصلاً ما بعرف غيرها، فصفر سبل راحة، صفر ترتيبات مريحة، كل إشي أنتوا بدكم تعملوه بدكم تعرضوا حالكم لكل هاي المتغيرات اللي علمتني كل هاد، واللي كان عندي شغف كتير كبير إنه أوصلها للناس to guide them إنه to go through the same experiences. هلأ اللي صار يوصلني من الناس instead هو negative reviews كبيرة، لأنه إحنا مش جايين نتمرمط، يعني كانت
دائما اول كلمه يحكوا لي اياها. فاعتقد انه مجتمعنا للاسف لسه مش جاهز لخوض هذا النوع من التجربات او التجارب الاستكشافيه بحت. هذا اولا. ثانيا انه لما نحكي عن هذا النوع من التجارب اللي فيها كتير بهدله, يعني انا بسميها الشخص اللي جاهز انه يتبهدل ما بيحتاج اسيل تخليه يخوض هاي التجربه, هو بيقدر يروح يشق طريقه لحاله. فصرت اذا انا عم تارجتنج ناس تجرب, اذا هدول الناس مش هم الناس اللي حيتقبلوا انهم يمروا بهاي التجارب الاكستريم بالنسبه لسيتي بيبل. كوني عايشه بالامارات كمان عم بتعرض لنوع من الزبائن بحياتهم ما جربوا إشي اسمه اوتدور لايف, يعني بالنسبه لإلهم اصلا انهم يكونوا بعاد عن مول او مطعم كان عن جد فريكس ذم اوت. ف حسيت انه تاخذ حدا من الامارات اللي هم معظم الكاتيجوري تبع زبايني, تاخذ حدا من الامارات فجاه تحطه بجبل مثلا بدون ولا اي سبل راحه, كان الموضوع يكون بالنسبه لهم مرعب تروماتايزنج. فبدل ما انا اساعدهم يجربوا شيء جديد صرت عم ببني عندهم التروما, يعني رعب عن انهم يجربوا هذا الاشي مرة تانية اصلا. فالاثر السلبي كان لهاي التجارب اكبر من الاثر الايجابي على كاتيجوري الناس اللي عم تعمل معهم. فمن هون قررت الطف الموضوع بالنسبة لهم شوي اكتر, وعلى الاقل خصوصا انه ما نحكي عن هاي التجارب للناس اللي ممكن تطلع مع شركات هي ناس ما عمرها جربت وحابة تجرب لاول مرة, فعلى الأقل أول تجربة لإلهم تكون شوي مراعية لهاي الظروف. كمان شغلة لاحظتها إنه الفيزيكال أبيليتي تبع الناس اللي عايشين بالمدينة جدا جدا محدودة أكتر بكتير من ما بتتخيل. يعني حتى في ناس تكون أوزانهم مثلا مناسبة وبتمرنوا بالجيم, لكن ما يجوا يطلعوا في هايك أكون مصدومة من كمية التعب اللي تعبوه, من كمية عدم القدرة على الاستمرار بسبب إنهم حتى مش عارفين كيف يمشوا على الحجار لهالدرجة. يعني I have to stay on top of their head, أحكي لهم وين يحطوا رجلهم في كل خطوة لهالدرجة. فيمكن هذا الاشي بالأردن وبفلسطين مش كتير أبلايز لأنه شوي عنا الشعب مدعوك أكتر. فحسيت الناس اللي عايشين بالإمارات خصوصا أو دول الخليج عندهم سبل راحة كتير عالية, عدم تعرض للطبيعة بشكل كتير كبير. فكان كتير حتى قد يكون خطر إنه ندخلهم في المغامرات بشكل بدون تمهيدات يعني. فهاي الأشياء كلها علمتني وصرت أغير شوي شوي بحيث أكون أقرب للناس. فعشان هيك غيرت الكاتيجوري من إنه الناس المغامرين إلى الناس اللي حابين يغامروا لأول مرة. فأنا زي بمهد الطريق بحيث أوفر لهم أسهل الأمور حتى يقدروا يجربوا على الأقل لأول مرة, بعدين هم بيقدروا يقرروا إذا this is my thing أو لا, بيقدروا وقتها ينطلقوا حتى لحالهم يعملوا هاي المغامرات. والله مكواكي ومصدقك, أنا كنت أفكر إنه رح ترد علي إنه لا مين قال هيك, إنه إحنا كمان في بصير معنا هيك 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 وبصير معنا هيك هيك. أنت مباشرة أعطتيني جملة مفتاحية إنه اللي معني يتمرمط ويجرب مش محتاج أسيل إنه إشي حرفياً هذا اللي تعلمته من البزنس يعني. فخلص الواحد يكون واقعي وصادق مع نفسه. وحتى ليفل اللكجري اللي انت عم تحكي عنه بتقولي رحلاتك لكجري, جزء كبير من الناس يمكن 80% لما يجوا معي they're like انه توقعنا اشي احسن من هيك, مثلا من نوع الاوتيلات من نوع انا بالنسبة الي بكون كتير هاي الرحلة لكجري بالنسبة لأسيل. فانا بحكي لهم يا جماعة انا زبطت لكم اكتر اشي لكجري قدرت عليه.
هم بيجوا انه ايش ما في مثلا روم سيرفيس بالاكواخ، ما في لاوندري، ما في مش عارف ايش. لسه شعبنا مو جاهز لفكرة انه المغامرة بتختلف عن السياحة. يعني تيجي انت تحجز كوخ مثلا، ما بتتوقع فيه روم سيرفيس، ما بتتوقع فيه لاوندري يا جماعة، لانه احنا مش في المدينة، بلس احنا ما عندنا كتير خيارات لما نكون في قرية صغيرة. هم هالأوتيلين نختار في واحد منهم وندبر حالنا الموجود. فلسه المينتاليتي العربية مش كتير عم تستوعب الفرق. كبزنس اونر عم بحكي لك، مش كتير عم تستوعب الفرق بين رحلة سياحية وبين مغامرة. فبرضو انا هذا التشالنج الاكبر بالنسبة لي، انه انا ام سبريدنج اويرنس، عم بحاول اوعي الناس، لسه عم اعمل براند اويرنس للمغامرات عشان يعرفوا اصلا شو يعني مغامرة، بعدين يقدروا يتقبلوا ايش بيجي مع باكج المغامرة. اوكي. اسيل مع سنين قاعدة بتكون اكتر اسيل، يعني هيك بما انه في شخصيتين، اسيل اللي بتتمرمط واسيل اللوكجري كمان، يعني بنمط حياتها اليوم كمان ونمط تفاعلاتها، واضح لي انك بتحب الاثنين، بس انا بفكر من بعيد انك عم بتروحي اكتر باتجاه النمط الثاني، ابعد عن المرمطة. فانت وين اليوم بين النمطين هذول؟ لا في فرق، يعني اللي تعلمته كمان من being in this business، تعلمت أفرق بين رحلة للناس وبين رحلة لأسيل. رحلة لأسيل بحب يكون فيها جزء كبير مرمطة، بس مع شوية يعني ترتيب. مثلا ما بحب الهوستل، ما بحب تشير أروم مع أي حدا، بحب يكون عندي my own room، بس ما بروح بختار اوتيل لكجري. ممكن اختار guest house، اقعد مع عيلة هيك في بيتهم، عيلة لوكال في بيتهم، بس في غرفة لحالي. فهذا الليفل من المرمطة اللي شوي فيه شوية consideration اللي انا بحب اعيش فيه. بس لما زمان كنت افكر انه اي رحلة لأسير ممكن تكون رحلة للناس، لا ما بيزبط. اكتشفت انه رحلات أسير بتعملهم لحالها، بتعيش فيها الإكستريم اللي هي بدها إياه. بس لما تكون رحلة فيها زباين، أجين بدي أعتبر إنه هذا الحدا أول مرة بيطلع هايك، هذا الحدا أول مرة بيجرب حياة المغامرات، هذا الحدا already by being in my trip عم بطلع من، عم بنط من الكومفورت زون تبعه نط. فبرحلاتي بتجه شوي لأنه للاكجري ستايل قدر الامكان. ستيل صعب، في يعني التحدي الاكبر اصلا اللي انا عم بواجهه انه انا ما عم بقدر اوفر رحلات لكجري في الاماكن اللي عم بروحها، لانه اصلا ما في خيارات لكجري. فبحاول قدر الامكان اوفر احسن الخيارات الممكنه بناء على الكاتيجوري تبع المجتمع اللي هم زبايني. بس يا اللي تعلمته هو انه افرق بين رحلات أسيل أدفنتشرز ورحلات أسيل. رحلات أسيل أدفنتشرز بس أسيل كنمط حياة، فعل كنمط حياة اليوم أسيل هي أقرب لأسيل عمان ولا أسيل دبي؟ لأنه إحنا بنحكي على من مقيمين في الخليج، نعرف بشكل المقيمين في عمان بشكل تاني، عمان إسطنبول كذا. فأنت هلا اليوم من نسخة أقرب للمقيمين في الخليج ولا عمان؟ كوني أنا لسه يعني رح أتعرف عليك أكثر وأشوف حياتك أكثر. خليج؟ لا الخليج، بس لما أسافر بتحرر من هالأشياء وبكون أسيل المتمردة، أسيل الأردن. والله لحد ما هاي بدها عمر. هاي أنا بحس إنه فعليا نمط العيش بالخليج هو كمين، يعني إن الواحد في كمية مغريات موجودة اللي عن جد مو بتغري، يعني انه شكل رفاهيات موجودة الواحد بيستمتع وهو عم باخده. بس حتى مهما لو وعي للموضوع ماكسيموم ممكن يكون زي يعني زي اجدادنا او ابائنا الكبار اللي كانوا بيعيشوش حياتهم ابدا بالخليج، مقابل انهم يبنوا بيوت في عمان، بفلسطين، بسوريا، بكذا، ويضلهم عاملين عايشين حياة المؤقت. بس احنا اليوم بطلنا نعيش المؤقت. اسيل شو وداك على فلسطين؟ فلسطين، طول عمري نفسي أزور فلسطين وما كانتش تزبط. وكنت كتير حريصة أنه أدخلها من يعني أول ما وعيت على أنه بقدر أسافر، من أول ما صار عمري 19-20 هيك. بس دائما كانت الأوبستكل أنه أنا ما بدي أدخل عن طريق الاحتلال، بدي أدخل عن طريق تصريح من السلطة. يعني تصريح من السلطة.
ولو إنه بالأخير يعني هم سيئين، بس على الأقل أكون عاملة اللي علي. ف شوي شوي حاولت أقدم كذا شغلة ما زبطت، بالأخير تواصلت معي صديقة بعرفها من خلال التطوعات حول العالم من زمان، هي فلسطينية كانت تشتغل بشركة سنيورة، قالت لي عندنا ماراثون سنيورة داخلة سبونسر فيه، وطلبوا منا أسماء لإنفلونسرز نناديهم من برا، من برا فلسطين بدعوة رسمية لحتى يشاركوا بماراثون الركض، بما إنك رياضية فيوفت في هذا الإشي وكثير حابين إنه نبعث لك دعوة. أنا أتذكر وقتها كنت على الخيل، كنت عم بدرب خيل وبنركض على الخيل والموبايل برن 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 وأنا مش قادرة أرد عليها، قد ما رنت رديت عليها قالت لي أسيل أخيرا حنجيبك على فلسطين، أقولها شو، صرت أعيط وتركت الخيل وتركت الدنيا وأحاول أستوعب اللي عم تحكي لي. اسمها فرح علاقات، الله يسهل عليها. طبعا فعليا قدمنا وحكولي الجواب بيجي بعد شهر، قدمنا يمكن قعدنا شهرين ما حصلنا ولا جواب ولا اشي، وخلص انا نسيت الموضوع فقدت الامل. والماراثون كان بتمانية، كان ببلش فعالياته بتمانية تلات، ويوم 7/3 بعثوا لي مسج انه خلص كل الناس طلع لها تصريح الا انتي، وعلى الاغلب ما حتقدري تشاركي بالماراثون، وخلص يعني زعلت ومحينا الفكرة وكملت حياتي على أساس أنه أنا مش رايحة على فلسطين. تاني يوم بيبعتوا لي أنه هاي تصريحك وصل ومعك أقل من 6 ساعات تكوني بفلسطين. قلت لهم أكيد أنا بتقدري، قلت لهم أكيد أنا هلأ بحجز طيارتي وبنزل على الأردن. فوالله فعليا بنفس الوقت، كانت الساعة يمكن 2:30 على الساعة 5 كده حجزت طيارة الساعة 5 على الأردن، وحملت حالي هيك زي ما أنا ونزلت على المطار ونزلت على الأردن. فوصلت بعد 2 ساعات إجوا أخذوني ودخلت فلسطين أخيرا. فكانت هاي الفكرة أنه المشاركة بماراثون فلسطين الدولي للركض تحت عنوان حرية الحركة للفلسطينيين. جنب الماراثون وقبل الماراثون وبعيدا عن اللحظة العاطفية اللي هيك مليانة فرحة اللي عملت لك إياها فرح، شو كنتي لما كنتي بتفكر بدك تنزل على فلسطين، شو دائما كنتي بتفكر بدك تعملي؟ أول إشي أزور إشوع أكيد، وأزور المسجد الأقصى، يعني هدول أكبر حلمين كانوا عندي. خلص كان دايما نشوف صورها، دايما صورها عنا بالبيت، قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وخلص إتز ذا ألتيميت جول يعني بالنسبة لإلي. فهذا أول إشي كنت كثير متحمسة إني أعمله، هو زيارة إشوع. زرتها أخيرا هلأ. أول كم من يوم كنا بفعاليات مع الماراثون، كان نفسي أزور عن جد حرفيا كل قرنة بفلسطين. عادة أنا كتير حدا مشغول وكتير ما عندي وقت أصلا، خصوصي هديك الفترة كان موسم المغامرات في الإمارات، فعادة بهذا الموسم أنا ما بسافر، ما بقدر أسافر. كان عندي رحلة على عمان برضو مع جروب كبير، وما كانش لازم أترك البلد من مرة. بس أول ما طلع لي التصريح قلت لهم أدى التصريح، قالوا لي شهر، قلت لهم أنا جاية شهر كامل. ففعليا رحت وخلص أنا منيتي أقعد شهر كامل استكشف كل قرنة فلسطين وأجرب المغامرات بفلسطين كمان، مش بس أشوف فلسطين. فكان نفسي أروح الخليل أكل كنافة بنابلس، أزور مخيمات جنين، أروح على البحر الميت، أعمل هايك بيافا وحيفا، ويعني هذا أكثر إشي كنت عن جد كتير متحمسة أعمله. وفعلا صحباتي ما قصروا، يعني فرحة الناس الفلسطينيين أصلا هناك إنه في حدا فلسطيني مغترب جاي على فلسطين كانت كتير أكبر من ما بتخيلها. تقريبا كتير كتير نادر انه اصلا حدا يقدر يحصل تصريح ويدخل فلسطين، فبالنسبة لهم الموضوع كان كتير كبير. بلس انه الناس نفسها
حتى الناس نفسها اللي كانت عم بتتابعني على السوشيال ميديا شفت منهم تفاعل كتير رهيب، لأنه صار زي كأنه صحيت فيهم الفلسطيني الصغير اللي داخلهم اللي تقريبا نسيوا أنه موجود، ونسيوا أصلا أنه هذا حلم دخول فلسطين ممكن يتحقق، وما كانوا بيعرفوا. يعني يمكن آخر فترة أكتر إشي حكولي إياه أنه آخر فترة كل إشي عم نشوفه عن فلسطين هو الحرب والدمار والوجع. فأنا صحيح ورجيت كل هاي الجوانب، بس كمان ورجيتهم إنه لسه الفلسطينيين فيهم حياة ولسه بنحتفل وبننبسط وفي طبيعة فلسطين وفي أكتيفيتيز وفي نشاطات وفي يعني الناس لسه عم بتحاول تعيش. فهذا الإشي لحظة شوي هو شغال الصوت عندك تقدر تكمل؟ شغال طيب. حتى هو برن خليني اتمسج بس عشان ما تقولين قولي له اوعك ترن مرة تانية. احمد بحكي لك اوعك ترن تمام هيك سامعني صح؟ شافوا انه فلسطين برضه صحيح عم بتمر في أسوأ إشي وهو الحرب، بس بنفس الوقت فلسطين حلوة وطبيعتها حلوة والناس فيها عم بيحاولوا يعيشوا لسه وكلهم حياة بالرغم من هاي الظروف الصعبة اللي عم بيمروا فيها. طيب شو لفتك بس دخلتي؟ يعني انت ستك حكيت لك كتير وانا بفكر اللي بالاردن حتى اللي مش متابعين او ما بدهم يتابعوا اخبار بضلهم متواصلين مع البلد يعني بشكل او باخر بضل مفروض عليهم. ودائما عندي اعتقاد انه الناس بس تنزل بتشوف صور مش بالضرورة بتنفي الصور اللي براسها بس بتكاملها او بتحدثها او بتنفيها او بتاكد عليها. فانت شو شفتي؟ اول اشي شفت قد ايه فلسطين عن جد حلوه ومعهم حق يحاولوا يسرقوها، لانها يعني كثير بيحكوا لنا حلوه البلاد، بس تعرف دائما بتحس انه اوكي ما هي عشان بلدنا اكيد حيشوفوها حلوه، بس طلعت عن جد كثير احلى من ما تخيلت. يعني كميه الخضار والجبال والطبيعة والبحر الميت من جهة والصحراء في ريحة من جهة تانية، يعني هيك كومبينيشن من كوني حدا بيقدر الطبيعة، فكان كومبينيشن من الطبيعة كتير مختلف وكتير مميز وكتير يعني كتير جميل. فهذا كان الإشي الأول. الإشي الثاني جمال البلدة القديمة في كل مدينة، في القدس، في الخليل، في نابلس وغيرهم، كان إنه واو، يعني تحس طبقات من التاريخ، كل يعني في أصغر حجر موجود في كل واحدة منهم. فزاد تقديري حتى لفلسطين واعتزازي منها، لأنه هي مش بس يعني مش بس بلد، لا بلد عن جد تاريخها عريق والمفروض كثير نكون فخورين فيه، وبلس طبيعتها جد خلابة. فهاي شغلة. الشغلة الثانية يعني من الجانب اللي بيزعل شوي أو كثير يمكن، قد الاحتلال يعني غارس جذوره في البلد بطريقة مؤلمة، يعني كل كلمة عربية محرفة للعبري، كل تاريخ عربي محرف للعبري، كل زاوية فيها أعلام الاحتلال، حتى داخل الأراضي اللي هي تعتبر الوست بانك واللي مش المفروض أصلا يكونوا موجودين فيها. كان الموضوع جدا مؤلم، خصوصا المستوطنات اللي تنزرع في أماكن الوست بانك وتصير تنتشر شوي شوي، تمسح بطريقها كل أثر فلسطيني.
كان موضوع كتير بيزعل وبيخوف وبقهر نفس الوقت، لأنه للأسف مش كتير الواحد طالع في إيده إشي يعمله لحتى يوقف هذا التضليل والقهر والقصص الغلط والتاريخ المحرف اللي بيعطيهم authority كتير كبيرة وcredibility كتير كبيرة قدام العالم. يعني في كتير أماكن كل أثر فلسطيني أو عربي ممحي فيها. ف I was like إنه لا، مش هاد اللي أنا بعرفه عن يافا، مش هاد اللي بعرفه عن حيفا، إنه كتير الإشي صادم ومؤلم. بس يعني على الأقل فكرة إنه نكون واعيين على عليه يمكن شوي تساعد. بحس يعني كمية التوثيق الإسرائيلي كتير كبيرة أوفر التوثيق العربي سواء بفلسطين أو بغيره. وهون كنت أشوف كتير أصحاب أجانب يزوروا فلسطين يقولوا لي زرت إسرائيل، وندخل في جدال إنه هاي فلسطين مش إسرائيل ومن هالحكي. لما رحت هناك حسيت إنه سوري إنه أوكي معهم حق، لأنه فعليا يعني ما فيش أي إشي يشوفوه إلا دخل في فلسطين، أو يظهر أي إشي يدخل في فلسطين، أو أي كلمة عربية في أي مكان. فمؤلم كان إنه الواحد يشوف هذا الإشي اللي إحنا عارفين إنه موجود بس مش قادرين نقتنع إنه موجود. وبتعرف الزيارة مش بس لأصحابك الأجانب، للكل. عشان هيك بضل أسأل إنه ممكن يكون أثر الزيارة كتير إيجابي وممكن يكون أثرها كتير سلبي، لأنه على مدار السنين جزء كبير من الروايات، سواء ستك صدرت لك رواية، أخذت رواية من أخبار من المدرسة من الجامعة، في شكل رواية في رواية فلسطينية يمكن عامة بتتفق على بالعموميات بس بتختلف بالتفاصيل وشكل الربط، وكل واحد بنقل الربط العاطفي يمكن والنفسي أكتر مع البلد. وبحس من غير هذه الخلفية لو حدا نزل هيك من الهوى يعني رح يجي يدور، أو رح يجي يدور على الأشياء اللي شافها على جوجل أو سيدو أو ستو، أيا كان سيدو ستو أو أصدقائه خبروا عنها. فهلاقيلي دايما عندي فضول مع كل حدا زار إنه شو ردات الفعل، شو شفت، وبقدر أقدر إنه مش معهم حق، بس بقدر ما إنه هم اعتادوا على إنه إسرائيل هي الأمر الواقع وفلسطين هي استثناء أو فلسطين شيء هامشي. ويمكن الإسرائيليين اشتغلوا أكتر في أوروبا وبكتير مساحات على روايتهم، على حضورهم، على شغل خارجي. لما رحنا تنزانيا كان غريب لإلي إنه كمية إعلام إسرائيلي اللي موجودة بالشوارع، فلإلي كنت بفكر إنه هدول من وين أبلش معهم أصلاً إذا بدي أحكي فلسطين، يعني إنه يعني من مكان كتير بعيد. وهدول لو نزلوا على فلسطين لو أخذتهم على طول كرم رح يشوفوها بشكل مغاير تماماً على كيف أنا شفتها. بس إذا بدي أكمل معك وأروح لمحل أسيل، إنه هلأ أنت بدك تسافر بسفريات أو حتى رجعت على الإمارات وبتسافر سفريات والناس بترجع تسألك عن فلسطين، كونه هذا يعني أحد الأسئلة اللي لازم تضلك تنسألي عنه، شو بتتغير اليوم قاعدة بإجاباتك يعني بعد الأسبوع اللي أخذتيه عشان تفهم وتستوعب شو صار معك؟ أكيد اليوم صار في عندك إجابات أجدد أو أكثر واقعية. بحس أكثر إشي بيتغير هو الشغف لما أحكي عن بلدي وأنا شفتها وأنا عارفة عن شو بحكي، مش بس حكي مبني على قصص سمعتها وأنا صغيرة. ففي ثقة أكبر، شغف أكبر، وألم أكبر لما يعني يمكن طول عمرنا قبل ما أشوف خلص مش مقتنعة إنه ممكن عن جد هالقد من فلسطين يكون انسرق. بس لما شفت قد الموضوع مؤلم، إنه يا جماعة لا، الموضوع أكتر سيريس مما بتتخيلوا، وكمية الأراضي المسروقة والألم اللي بحس فيه الفلسطينيين كل يوم، كمية القصص اللي تعلمتها هناك عن إيش بيعاني الفلسطيني، عن المحسوم ومن ضيق حركة على الحواجز، من ضيق حركة، من أزمة، من تضييق شوارع، من إغلاق طرقات، من منع قرى، من تسكير يعني حتى الطرق تبعهم. كل هاي أشياء
يعني قديم نسمعها بالأخبار بس كتير غير لما نشوفها بعيننا، لما أعيشها بعيننا. في واحدة من الأيام كان عندي مقابلة على قناة رؤيا طالعة من القدس، على كنت على رام الله. الطريق أخذت مني قريب الأربع ساعات بس لأن علقين مكاننا في الأزمة، بدل ما كانت المفروض تاخد يعني لو الطريق فاتحة ماكسيمم ساعة. فكل هاي الأشياء شفتها في عيني ويعني وضحت لي قديش الشعب الفلسطيني عم بعيش بطريقة كتير أصعب من ما إحنا كنا نتخيل، وخصوصا اللي عايشين في الوست بانك أو الضفة الغربية زي ما نسميها. يعني it's so unfortunate، وكتير يعني كتير الموضوع مؤلم أكتر من ما الواحد بتخيل. أنا بحس أنه هذا نفس الشعور صار معي لما نزلت على غزة، زرتها 2013، بعدني لليوم بضل أحكي فيها، لأنه أول شيء كسرت حاجز نفسي أنه أنا في مكان ما بعرفه، فلما يتنحكى رواية أو ينحكى خبر بناقد على مستوى صورة شيء أنا بعرفه، اليوم أنا أشجع بالتعاطي معه، يعني أكثر ثقة بنفسي بالتعاطي معه. وشيء تاني لما بنحكى في قصيف أو بنحكى بأرض زراعية أو بنحكى بمناطق صيد أو في بحر، قادر أتخيل شو معنى المفردات أو المصطلحات هاي على مستوى حياة بني أدمين. نفس الشيء صار معك، بتخيل لما بنحكى إغلاق شارع بين إغلاق الشوارع والمستوطنين هجموا أو صار في حدث ما أو قصة ما، قادر أنت تشوفي ترجمتها وتتفاعلي معها بشكل أوضح. وبظن يمكن الأكثر اللي أنا حتى شعرت فيه هلأ بزيارتي الأخيرة بعد هيك 9 سنين، إنه بلادنا قديش محاصرة. يعني فكرة الحصار بحد ذاته اللي لو أنا ضليت عايش فيها ما كنت راح أستوعبه، ولو ضليت أروح وأزور البلد بشكل دوري ما كنت راح أشوفه. بس فكرة أنه أنا عيني متعود، العين دايماً وإنت قاعدة في أي مكان أنه في أفق، بتضلك عينك هيك ماشي وبتشوف أفق ومساحات وحيز. بحالتنا بتكوني أنت تشوفي مناطق ممكن تروحي عليها وجدار بأي نقطة بتتفرجي فيها بالضفة الغربية، وجدار ومنطقة تانية ممنوع توصليها. يعني فكرة الأفق، الشوارع مثلاً اللي ممكن إذا دخلت 48 أو دخلت 48 شفت الشوارع كيف بتتغير، بأنه في شوارع مستقيمة وطويلة في هاي واي. بكل الضفة الغربية ما في شارع مستقيم أصلاً. يعني هذه لا رح أعمل عنها حوار أصلاً، هلا جاي محمل فيها رح أعمل عنها حوار لحالها في تقارب. كل فكرة كيف بنية الشوارع عم بتكون عنا عم بتنفرض علينا لنضل حاسين أنه ما في أفق، البلد كتير ضيقة. وقديش كمان بالتخطيط ضمن ملف استعماري أكبر بفيد وبركز فكرة الحصار أكتر عنا. فهدول كل الواحد ما بشوفهم غير يعني، أو خليني أقول مش هيك يعني، بلاش نتكفكف أنا وياكي هلأ من بسياقات مش عم بنشجع الناس تنزل، اللي بده ينزل فلسطيني ينزل، بس قصدي إنه في إشي الواحد بتواصل معه أكثر لما يشوفه، لأنه كمان البلاد كتير تغيرت واختلفت عن الرواية اللي إحنا بنعرفها. يعني 100% هو موضوع التطفيش أنا بسميه للفلسطينيين، والتضييق عليهم لحتى يضطروا خلص يوصلوا لطريق مسدود، إنه يضطروا إنهم يطلعوا من البلد كلها وما يعني ولا إنه يعيشوا هاي الحياة اللي كتير صعبة. فعن جد يعني العيشة في الضفة الغربية كل يوم فيها جهاد. أنا هذا اللي تعلمته من هاي الرحلة، يعني لما صاحبتي تاخدني على بلكونتها تقول لي هاي القدس، شايفة القدس قبالها، شايفة المسجد الأقصى قبالها، بينها وبينه 10 دقائق مشي ومش قادرين يدخلوها من سنين بسبب كل هاي الليميتيشنز اللي بحطها الاحتلال. بالمقابل واحد بيقارن بحياته، كيف أنا مثلا بقدر أسوق 20 ساعة لعمان بدون ما حدا يوقفني، بدون ما حدا يوقفني في طريق مستقيم بدون أي limitations. كل هذا الواحد يعني كتير بيقدره بالشعب الفلسطيني اللي عايش هناك، لأنه من مرة مش سهل إنك تروح على دوامك يكون دوامك بعيد مثلا 20 كيلو، هاي 20 كيلو تاخد 3 ساعات، بس أنت ما عندك حل تاني، لأنه إذا بدك تطلع من بيتك رح ينسرق، فأنت مضطر تعيش في هذا البيت طول حياتك مقابل انك تعاني كل يوم لتوصل لشغلك ولا ترجع من شغلك، وتضيع من وقتك يعني من يومك كتير في التعب والأزمة والضغط النفسي بس عشان
يعني انت تكون موجود، تكون فيزيكالي موجود في هذا البلد، لانه هذا الاشي بتقدر تعمله سوفار. انا بدي اشاركك شغلتين كمان. بحلقه معتصم عليوي حكى فكره ضلت عالقه ببالي ونزلت ادور عليها او اشوفها لانه زي كف طعماني، انه احنا بالضفه الغربيه ما بنعرف نسبح، فالاحتلال بالنسبه لنا هو سرق منا فكره السباحه. يعني عندنا بحر، بس مجرد فكره انه الواحد فينا بيعرف يسبح ما بيسبح. عشان هيك بمواسم الصيف لما بيفتحوا او بسهلوا التصريح او الكذا دائما في ناس بتغرق منا. ففي صوره بالنسبه لنا انه لما حدا بغرق او بيطلع خبر غرق حدا، مش مجرد غرق، غرق فعليا، حدا نزل زي المفجوع على البحر وبده يسبح ومش عارف يسبح، او دخل جوا اكثر وغرق خلص. يعني الفكرة على مستوى عاطفي وعلى مستوى نفسي ورومانسي بتتجلى بحادثة غرق واحد مفجوع على البحر نزل وطلع. الصورة الثانية انه في طول كرم هي كتير قريبة من البحر، بس بيننا وبين البحر جدار. فأنا من بيتنا هو مطل، بنكون شايفين الجدران اللي أو الأبراج اللي ناحية نتانيا وكمان الخضيرة، وشايفين أنه كمان هناك في بحر. فيعني لما دخلت جوا كنت شايف وين البحر. لإلي أنا أسير في طول كرم بعيش جو الرطوبة، يعني الرطوبة اللي ممكن تكون في دول الخليج أو موجودة بإسطنبول، لأنه هي منطقة قريبة من البحر، بس أنا ما بوصل البحر. فأنت حتى على مستوى لما تشوفي ضربة الشمس على الجلد تعرفي يعني بتقولي أنه أنا رايح أعمل برونزاج هلأ، أنا مش رايح أعمل، يعني رايح أتشمس على البحر. هذا اليوم يوم تبع طول كرم، هو مناخ بالكامل بحر، بس ما بتشوفيه أو ممنوع توصلي له حتى لو شفت حدوده كمان. يا الله الوجع عن جد. مزبوط، يعني بدنا نحكي عن موضوع المغامرات لسه كمان، هاد اشي كتير كبير. كيف لما تشوف الأراضي 48 مسروقة بتلاقي مسارات مسهلة، أمان في المسارات، حرية لأي حدا يجرب أي مسار بده إياه، بينما في أراضي الضفة الغربية قابلت كتير أصحاب مغامرين منهم فلسطين على البسكليت، وكانوا عم بيحكولي عن معاناتهم في كل هايك بيعملوه، يعني إشي كتير مؤلم. قالوا لي حتى عن مرة عن مسار، بعد ما رجعوا من المسار قابلهم بدوي إسرائيلي وضربهم وعمل لهم مشكلة، وإجا الجيش صار يهدد فيهم. يعني على مستوى حدا طالع هايك بس بريء في الجبل، مش عامل أي إشي لأي حدا، قدي كان حتى هذا الموضوع يعني. وفي بالضفة الغربية حياتهم. وفي كمان أسير بالضفة الغربية مسارات البسكليتات أصلاً، لو جربوا الشباب يعملوا بسكليتات يطلعوا بالجبال رح يدخلوا من أراضي قريبة من المستوطنات كيف ما طلعوا. ففي مشكلة إنهم هم مش عارفين يعملوا أصلاً مسارات، فبتلاقي أغلبهم بجرب إنه مثلاً يدخل على 48 عشان يروح على يافا، أو يطلع بمسارات يعني بس ياخد مسار، ياخد شارع يمشي فيه في البسكليت، يعني يعمل بسكليت جبلي. وشي تاني على قصة المغامرات فعلاً في البلد، شيء تاني إنه التجوال بكل مكان هو إشي عشان تصفي ذهنك، تطلعي برا مثلاً بإسطنبول تصفي ذهنك، بس هناك أنت بتحس حالك بمعركة، لأنه أي قايد بتطلع معه حتى لو مش مسيس يعطيك تاريخ الأرض المصادرة أو تاريخ القرية اللي راح تمر فيها اللي مهجرة، أو الشجر اللي شالوه، أو هذه النبتة فعليا اللي إلها أصول أو إلها قصة فلسطينية. فطول الوقت أنت بتحس حالك بممارسة لإشي بتجاوز مجرد التجوال اللي بنعرفه برا البلاد. صح صح، يعني تتحول التجربة لأنها مؤلمة أكثر من ما إنها بس طالع الواحد يستجم بالطبيعة. أسير إن شاء الله بترجعي مرة تاني بتزوريها قريبا، إن شاء الله أنا بكون هناك باخدك على 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 مناطق ما رح حدا ياخدك عليها أبدا. إن شاء الله يا رب أتطلع للعودة والله يا رب إن شاء الله. أسير أنا بالعادة بنهي المقابلة بحديث شيق وزاكي، أنت بتحب المقلوبة؟ كتير. مش حاسس كتير؟ لا. تطبخي مقلوبة؟ I'm a good cook by the way. كتير بحب أطبخ، وخصوصا مقلوبة فلسطيني. بطبخ المقلوبة طبعا، مقلوبة زاكي أزكى مقلوبة بدقوها في حياتكم بتكون طبعا. كيف مقلوبتك؟ مشهورة بالمقلوبة، كتير بتزبط معي. كيف هي؟ كيف تعمليها؟ كيف؟ طيب هلأ بحس المقلوبة مش الطريقة، أيوة الأشياء المكونات يعني المقلوبة بتنجان زهرة
ولازم رز مصري، ما تعملوا ليش إياها برز أمريكي عشان هيك يخبص ويطلع مويست هيك رطب الرز. ولازم تكون غامقة، أهم إشي ما تكونش مقلوبة بيضة وفيها جزر أو بندورة، لأنه هاي بالنسبة إلي مش مقلوبة. والحمد لله الله أكرمني وأكلتها في القدس مقلوبة على أصولها وكانت زي ما أنا بعملها. لازم لونها غامقة، فيها كتير بهارات وبتنجان زهرة، يعني هاي أهم الأشياء. وطرية صح، لازم مش مرزرزة هيك. لازم تكون غامقة ولازم رز مصري. مزبوط صح، مزبوط. مرفوض الرز البسمتي. مزبوط، أتفق صح. شكرا، الحمد لله. أسيل شكرا كتير، بعملها أصولها. شكرا كتير، يعطيك ألف عافية. ممنون لك على هذا الحوار، وفعليا هذه من الحلقات اللي أنا كمان بحب تقارب كيف عم بنبنى فيها وبنعمل فيها. أنا قلت لك الضيف بكون شريك في الحوار، بس كمان لما أحكي لحدا صعب جدا أبعت لك محاور أو أبعت لك عشو بنفكر، لأنه في شكل دردشة صباحية اللي بتخلق هاي الحوارات. فإحنا كنا مخططين له بشكل وصار بشكل ألطف طلع حتى. فممنون لك، وطلعتي مورنينج بيرسون يعني انت. دائما مورنينج بيرسون، ربع المغامرات عاد دائما مورنينج بيبل. شكرا كثير احمد، والله كثير تشرفت معكم في الحلقه اليوم، وهيك حلو كثير يعني نسمع او نحضر اشياء تطلع هيك من القلب بدون فلاتر، بدون تحضير، بدون فيكنس، في ظل العالم خلينا نحكي الفيك اللي عم نشوفه والمزيف اللي عم نشوفه هلا على السوشيال ميديا. فكيب ات اب، وشكرا كثير على كل الجهود العظيمه اللي عم تبذلها في تقارب. شكرا لك. شكرا أسيل، شكرا لكم جميعا، يعطيكم الف عافيه. هذه يعني مره ثانيه واحده من الحلقات اللي تواصلت واتفقت أنا وأسير إنه بدنا نناقش قصة ما، ولكن وجدنا نفسنا مناقش كتير قصص. وحتى هلأ بمحل يعني بالعادة من جديد صرت أسجل المقدمة، هلأ رح أرجع أعيد أسجل المقدمة في هاي الحلقة، رح أصير أسجلها بعد الحوار أفضل أصلا، لأنه تأكدت إنه ما في أمل في تقارب إنك تتفق مع ضيف بشكل ما وتكمل معاه الحوار بكيف هو، لأنه هيك عاداتنا وهيك إحنا بنتقارب وهيك بنحكي مع بعض في بيوتنا وصالوناتنا. شكرا مقدما ومتأخرا على مشاركتكم هاي الحوار، هذا الحوار بسعدني. وشكرا لكم مرة تانية وتالتي على مشاركتكم، مقترحاتكم، أفكاركم، أسئلتكم عن فلسطين أو أي مواضيع بتشغلكم إلها علاقة بفلسطين أو غير أو الفلسطينيين في كل مكان. وبسعدني تواصلكم دائما والاشتراك في القناة. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم. شكرا.